ده الكورنيا، واقدر اعرف السيكنس بتاعها، هل هي سيك، هل هي رفيعه تخين، اي حاجه من الحاجات دي اقدر اعرف فيها مثلا ايه فاسكولاريزيشن. اقدر اقول الفاسكولاريزيشن ده سوبرفيشال او ديب فاسكولاريزيشن، انا هعرف ازاي سوبرفيشال او ديب، لقيته قريب من الابيثيليوم هقول عليه سوبرفيشال، لقيته ايه قريب من الاندوثيليوم هقول عليه ان هو ديب. طيب وبعد كده في خط لونه بني هنا، ده اللي هو على الايريس، ومش شرط طبعا يبقى لونه بني، لو عيان مثلا عينه خضراء هتلاقي لونه اخضر، لانه عينه زرقاء هتلاقي ازرق، يعني على حسب لون الايريس شكلها ايه. طب ايه المسافه بقى اللي بين الكورنيا والايريس دي؟ هي دي الانتيريور تشامبر، دي اسمها الايه؟ انتيريور تشامبر. نورمالي الانتيريور تشامبر بتبقى حاجه اسمها اوبتيكال امبتي. اوبتيكال امبتي يعني ما فيهاش حاجه، يعني بص كده تلاقيها مسود خالص ما فيهاش حاجه. اكل لو لقيت بقى فيها ابنورماليتيز زي سيلز فلير اي في ايما هايبوبيون، كل الحاجات دي هتشوفها في الانتيريور تشامبر. لو بصيت بقى هنا دي منطقه البيوبل ايه خلاص، هتلاقي فيه ريفليكشن في الاول كده، ده اسمه الانتيريور لينس كبسول، في ريفليكشن في الاخر خالص، ده البوستيريور لينس كبسول. طب ايه اللي تحت الانتيريور لينس كبسول؟ الحته اللي هي الفاتحه شويه دي، دي الانتيريور كورتكس. نفس الكلام هتلاقي حته زي ايه بوستيريور كورتكس. طب ايه الحته اللي في النص دي؟ دي النيوكليس. عشان كده اما اجي بقى اقول لك في النظري، اللي عنده انتيريور سب كابسولار كاتركت، اللي عنده بوستيريور سب كابسولار كاتركت، عنده انتيريور كورتيكال، عنده بوستيريور كورتيكال، عنده نيوكليار بس. هتقول لي عرفت منين الكلام ده؟ بص بيتعرف من الاناتومي بتاع الاوباستي على السليت لامب، هيبقى سهل جدا اعرف ايه اللوكاليزيشن بتاع الاوباستي في انهي ليفل. طب والحته السوداء اللي في الاخر دي الانتيريور فيترس، الحته السوداء اللي في الاخر دي بتبقى الانتيريور فيترس اللي هي ورا اللينس دي، فانا اقدر اشوف في حاجه اسمها فيترس سيلز، ريد بلاد سيلز، في فيترس هيمورج، حاجات دي ممكن ايه اقدر اشوفها من الجزء ده. يعني لو عيان مثلا عنده فيترايتس اقدر اشوف سيلز، اقدر اشوف سيلز موجوده في الانتيريور فيترس. تمام كده يا شباب؟ في حد عنده اي سؤال قبل ما اقلب على السلايد اللي بعديها؟ يعني هو ده ما بيجيش امتحان، بس دي حاجه دي متخيلها عشان ايه تبقى حاططها في دماغك وانت بتذاكر احنا بنشوف ايه بالزيت لامب يعني. طيب الصوره دي صوره بوستيريور تشامبر، ايوه ال بوستيريور تشامبر انتروكلر لينس، زي ما احنا شايفين ده ايه الجزء ده اللي هو الاوبتكس، الاوبتيك بتاعها، ده الاوبتيكال بورشن بتاعها اللي احنا بنشوف منه، والجزء ده اسمه الهابتك، الدراعين بتوعها دول اللي بيثبتوها في مكانها، ده اسمه اوبتيك وده اسمه هابتك. دي برضك مش عليكم قوي يعني ايه تتخيلوها كده للنظر. ده شكل الانتيريور تشامبر اي او ال، شكل الانتيريور تشامبر اي او ال دي بتتحط فين؟ في الانتيريور تشامبر، بتبقى انجل سبورتد قدام الايريس يعني، ده الاوبتيك بتاعها، والهابتيك بتاعها زي ما احنا شايفين عامل زي التعبان كده، بيبقى قاعد وفي نوبس في الاخر كده، دي بتساعد انها تثبت العدسه دي في الانجل بتاعت الانتيريور تشامبر. برضك السلايد دي مش ايه مش امتحان يعني. ده عيان كنا عاملين له كاتركت ومصورينه بسليت لامب، انتوا واخدين بالكم من الصوره اللي احنا واخدينها دي حاجه اسمها مود في السليت لامب، اقدر اجيب حاجه اسمها الريد ريفلكس، يعني اللي انا شايفه ده اسمه الريد ريفلكس، يعني البيبل دايليتد، دايليتد قوي ايه، وانا شايف الريد ريفلكس، من خلال الريد ريفلكس قادر اشوف الايه، ادي الاوبتيك بتاع الاي او ال اهو، وده بدايه الهابتيك، دي بوستيري تشامبر اي او ال، عيان حاطط بوستيري تشامبر اي او ال، ده الاوبتيك وده بدايه الهابتك ظاهره بس، لكن بقيه الهابتك مش ظاهر ليه؟ لانه موجود فين؟ في البريفر بتاعه الباج او في السالكس يعني. فدي بوستيرير تشامبر انتروكلر لينس، ده شكل الانتيرير تشامبر انتروكلر لينس زي ما اتفقنا، ادي الاوبتيك بتاعها اهو قدام الايريس، ودي الهابتك بتاعها اللي عامل زي التعبان، وايه احنا ما بنشوفوش كله لانه موجود في الانجل بتاع الانتيرير تشامبر. طب لو حد ركز كده هيلاقي ايه؟ هيلاقي في
حاجة زي السبعة دي، ايه يا جماعة دي؟ ايه دي وايه دي؟ هما حاجة واحدة بس، ايه هي يعني؟ هيجدتني؟ نعم؟ علي صوتك اللي بتكلم شوية بعد اذنك. ريفرال ايريديكتومي مش اوتومي. في فرق بين الايريديكتومي اللي انت بتعملها سيرجيكال، هي دي اللي بيبقى شكلها ايه؟ في شيبد او عامله زي السبعه كده. اما كلمه ايرود اوتومي، اوتومي يعني خرم، دي انت بتعمل باستخدام ليزر اسمه ايه؟ اسمه ياج ليزر. ياج دكتور الصحاب بيقطع او راح. سلام سيف النجم. اي ريدكتوم انها معمول سيرجيكال مش ليزر. ليزر هو الايرودوت اسمه ياج ليزر. طيب نفس الكلام دي شايفين ايه يا جماعه؟ دي ايه؟ صوره انتيريور تشامبر انترا اوكلر لينس، وادي برضك ليه البريفر ايرودكتوم اللي احنا قلنا عليه. طيب الصوره دي شايفين فيها ايه؟ جريد ريفلكس برضه، وادي عيان حاطط بستيوت شيمبر اي ال، وادي بدايه الهابتك اهو، بقيه الهابتك احنا مش شايفينه عشان في البريف. طيب ريد ريفلكس ده مش كلير زي ما احنا كنا شايفين الاولاني. يعني بص الاولاني كان عامل ازاي؟ فيري كلير ريد ريفلكس. امال ده الريد ريفلكس عامل كده ليه؟ في اوباستيس عامله زي جراوند جلاس ابييرنس كده في الريد ريفلكس. الاوباستيس دي ايه؟ حد عارف يا شباب؟ دي حاجة في الفيترس دكتور؟ لا دي اللي هي بوستير كابسولار اوباسيفيكيشن. عارفين بوستير كابسولار اوباسيفيكيشن ولا لا؟ اللي هي احيانا بيتقال عليها افتر كاتراك، بس الافتر كاتراك حاجة تانية شوية غير دي، بتبقى بواقي لينس ماتر. لكن ده اسمه بوستير كابسولار اوباسيفيكيشن. انت لما بتشيل الكاتراكت وتسيب الكبسول بيبقى فيه شويه سيلز على البوستير كبسول، بيحصل لها بروليفريشن وبتعمل لك المنظر ده بتاع الفاكيولز. ده بيظهر منظرها بالريد ريفلكس، لكن لو بصيت عليها بالاوبليك اليومينيشن بيبقى منظرها عامل كده، تبقى اوباستيز كده. كانك كان الناس بتقول حتى في الشارع ايه دي المايه البيضاء رجعت تاني. هو مفيش حاجه اسمها المايه البيضاء، مفيش حاجه اسمها المايه البيضاء رجعت تاني. هي بيحصل حاجه اسمها بوستير كابسول اوباسيفيكيشن، يبقى اوباسيفيكيشن في البوستير كابسول. طيب تفتكروا علاجها ايه؟ علاجها ايه يا شباب؟ لا لا ادخل اشيل البوستير كابسول يا دكتور. طب وليه تخش تاني؟ في حاجه اسهل. ان انا وانا في العمليه نفسها. لا لا انت لو فتحت البوستير كابسول دي تبقى كومبليكيشن، ممكن ما تعرفش تحط العزل. بتشيلها ازاي؟ بكل بساطه بتقعد العيان على الجهاز اللي هو الليزر، هو هتخرم بالايه؟ خرم صغير خالص في النص كده في البوستير كبسول. انا جاست هكلير الايه؟ الفيجوال اكسس بتاع العيان، بستخدم يعني حاجه اسمها ياج كبسولوتومي. ياج كبسولوتومي، انتوا خدتوا الكلام ده في الليزر المفروض صح ولا ايه؟ يا جماعه هو محدش بيفتح شابتر الليزر ده قوي يا دكتور. ما خدتوش الليزر؟ هو خدينه باختصار كده صفحتين في الاخر كده. ايوه بس موجود فيه الياج واستخداماته اكيد يعني. مش عارف بصراحه. الياج ليزر هو اللي بيعمل لك خرم في الحاجه، يعني اما استخدمته في الايرس عمل لك خرم اللي هو الايرودوتومي، او استخدمته على الكبسول اعمل حاجه اسمها كبسولوتومي. يبقى البوستير كبسول اوبسيفيكيشن هو ده اللي بيتعالج بالايه؟ بالياج كبسولوتومي. اوكي؟ طيب ده شكل نورمال فاندس، ده شكل نورمال فاندس زي ما احنا شايفين كده يا شباب. النورمال فاندس ادي الاوبتيك ديسك بيبقى لونه بينك اورنج شويه، خلاص بيبقى طالع منه البلاد فيسلز، بيبقى طالع منه دي ده الفين
وده الارتري. احنا عرفنا ازاي ان الفين بيبقى ايه اغمق لونه دارك ريد كده زي ما انتم شايفين، لكن الارتري بيبقى برايت ريد. السايز بتاعه الويتس ده بيبقى اعرض، لكن ده ارفع شويه، الارتري بيبقى ارفع. اوكي، يبقى طالع منه البلاد فيسلز اللي هو الارتريز والفينز، وده هم بيسموهم الاركيدز، يعني ده اسمه السوبيرو تمبرال اركيد، ده الانفيرو تمبرال اركيد. الاركيد اللي هو الايه الارتري مع البلاد فيسلز، بين التو تمبرال اركيدز الحته دي كلها بيتقال على الماكله، بين الاركيدز وبعضيها اسمها الايه الماكله. طيب، والحته اللي هي حمراء اللي في النص دي اللي هي الفوفيال ايفاسكولار زون او الفوفي، تمام. وانت زي ما انت شايف كده بيبقى لون الفاندس ايه اورنج شويه، اللي هو لون الكرويد، يعني ده الخطوط اللي انتم شايفينها دي تحت الريتنا، ادي الخطوط اللي في ايه في الكرويد، ده النورمال ابييرنس بتاع الفاندس. خلاص، بيبقى البلاد فيسلز بتاعته بيبقى معروف شكلها. طيب، دي صوره متكبره لغايه دلوقتي يا جماعه، مفيش حاجه ايه من الحاجات اللي بتيجي في الامتحان، لو حاجه هتيجي في الامتحان اقول لكم عليها، بس الحاجات دي هتنفعكم انتوا بتذاكروا، هتنفعكم برضك في الحاجات اللي هتيجي في الامتحان. دي صوره متكبره عن ايه؟ عن النيو فيسلز، نيو فاسكولاريزيشن إلسوير، اللي هي الايه؟ ام في ايز. طبعا عارفين ان احنا في الدايابيتك ريتينوباثي اللي هي البروليفريتيف، او في الاسكيميك سنترال ريتينال فين اوكلوجن، بيحصل حاجه اسمها نيو فاسكولاريزيشن. النيو فاسكولاريزيشن بيبقى فيه نيو فاسكولاريزيشن في الديسك، في نيو فاسكولاريزيشن إلسوير اللي هي الام في ايز، وفي كمان نيو فاسكولاريزيشن في الايريس والانجل. فالنيو فاسكولاريزيشن إلسوير اللي احنا شايفينها دي، يعني ادي الارتري اهو وادي الفين، وفي ابنورمال فيسلز عامله زي السيفان كده، يعني برانشنج فيسلز شكلها غريب غير الفيسلز اللي احنا ايه اللي احنا متعودين عليها. فهي دي الفيسلز اللي سموها ام في ايز، نيو فاسكولاريزيشن إلسوير. طيب، علاج بقى الام في ايز والام في ديز والنيو فاسكولاريزيشن عموما بتتعالج ازاي؟ حد يرد عليا يا جماعه، بتتعالج الام في ايز ازاي؟ او الام في ديز؟ انتي في جيف صح كلام، وليزر، انهي نوع من الليزر؟ الفوتوكواجليشن. ايوه بالظبط، اللي هو البي ار بي، بان ريتينال فوتوكواجليشن، بي ار بي. نوع الليزر بقى اللي احنا بنستخدمه اسمه ايه؟ ارجون. ايه صح، ارجون ليزر. ارجون ليزر بالظبط كده. يبقى احنا في الايرودوتومي والكبسولوتومي استخدمنا الياج، لكن هنا في الفوتوكواجليشن نستخدم مين؟ الارجون، اسمه ارجون ليزر. وده شكل الارجون ليزر يا شباب، بيبقى دوائر كده، احنا ايه نقعد ننشن الليزر، يعني تقريبا بتحرق الريتنا كلها وتسيب منطقه الايه الماكله اللي بيشوف بيها. الليزر بيبقى زي ما انت شايف كده مدور. الريسنت ليزر اللي لسه عامله دي، يعني لسه عامله جديد، بيبقى لونه ايه ابيض. امال بعد فتره اما تسيبه الدوائر دي بيحصل فيها ايه؟ تبدا يحصل ار بي اي هايبربليجيا فيها، وتبقى بيجمنتد، تبقى سودة بالمنظر ده. طبعا محدش يتلخبط بين الصورة دي والصورة اللي انت هتشوفها بعديها بتاعت الايه الريتينايتس بيجمنتوز، لان دي بيبقى لونه ابيض، والاولد بيبقى لونه ايه بيجمنتد، عشان بيحصل فيه ار بي اي هايبربليجيا،
يعني ده الاولد بقاله فتره لكن ده اللي لسه معمول من قريب. صوره البي ار بي يا شباب بتنزل في الامتحانات. اوكي صوره البي ار بي بتنزل في امتحانات احيانا الام في ايز بس ما بتجيش مكبره قوي كده اللي هو بروليفرتيف دايابيتيك ادينوبسي بتيجي بس ما بتجيش بالمنظر ده يعني بيجي اسهل من كده يعني المعروف اكتر ان هو البي ار بي هو اللي بيجي في الامتحان تمام كده يا شباب طب الصوره دي ايه بقى دي نيو فيزلز عند الايريس اللي هي بالظبط كده اسمها ايه بقى نيو فاسكولار الكوما لا روبيوزيس ايريدس روبيوزيس ايريدس خلاص الصوره دي بتنزل كتير يا جماعه صوره الروبيوزيس دي يعني في معظم الامتحانات اللي هي بتاعت الراوند كانت بتيجي كتير الروبيوز روبيوزيس ايريدس بتنزل كتير تمام اقول لك بقى كومبليك او احنا طبعا بنجيب الصوره وكنا بنجيب عليها سؤال ف مثلا بدل ما اقول لك ايدنتيفاي السور دي اسالك اقول لك الموست كومن كومبليكيشن اوف ذيس كونديشن از انت تختار مين هتختار اللي ايه نيو فاسكولار جلوكوما خلاص يبقى دي روبيوزيس ايه ايريدس طيب ايه اللي بيعمل الروبيوزيس ايريدس الحاجات بقى المختلفه اللي انتوا عارفينها زي اسكيميك فين اوكلوجن وزي البروفيتيف دايابيتيك روتينوبسي والحاجات الثانيه يعني كل الحاجات بتاعه النظر اللي انت عارفها ده شكل برضك الروبيوزيس بس انا مكبر بين البي ار بي والبيجمنتوزا نعم يا دكتوره ازاي نفرق من بين البيجمنتوزا والبي ار بي انا لسه هقول لك انا احنا قلنا البي ار بي اهو شكله مدور كده زي ما انت شايفه ده هتفرق معاك دلوقتي لما اوريك شكل الريتيناتس بيجمنتوزا بيبقى شكلها غير كده خلاص انا في صوره ثانيه ريتيناتس بيجمنتوزا اوصل لها مثل ليش طيب ده شكل الروبيوزيس ايريدس هو طبعا مش شرط يجي لك بال يعني اما العيان يجي لك ما يجيلكش فيري ادفانسد كده ده ادفانسد ده خالص لكن ممكن يجي لك ايه لسه في الاول تبقى نيو فيسلز بدات يدوبك على الايرس اهي عند البيبري ايدج بدات ايه تقريب وتمشي على الايرس رايحه ناحيه الانجل اوكي فدي شكل الروبيوزس وهي لسه بتبتدي بس اللي بيجبلكم انتوا هو اللي هي الحاجه الادفانسد الواضحه يعني طيب الصوره دي شايفين فيها ايه انتوا طبعا واخدين بالكم من حاجه ان احنا في صور الريتنا بنجيبها كده ايه هتلاقيها مدوره كده اشمعنى مدوره كده عشان بتاخد من حاجه اسمها فاندس كاميرا فاندس كاميرا الفاندس كاميرا دي هي اللي بتاخد الايه بتديك المنظر المدور ده اللي هو في الايه في الصوره طيب يبقى انتوا شايفين ايه في الصوره دي كده ايه الحاجه اللي انتوا شايفينها نعم بريك فين البريك ده ركزوا كده في الصورة دي حاجة إلى حد ما سهلة شوية. إيه ده يا جماعة؟ هيموريدج ولا إيه؟ أيوه اسمه إيه بقى الهيموريدج ده؟ فيتروس ماشي يا عم الدكتور كتب لي فيتروس هيموريدج بس ما حدش يكتب على الشاشة بعد إذنكم اللي كتبها شيل. الفيتروس هيموريدج ده أوكي. بس انهي ليفل يعني انت دلوقتي الفيتروس هيموريدج انا لو جبت شويه ميه وحدفتهم في الهواء كده هل هيفضلوا متشعلقين كده فوق ولا ينزلوا تحت؟ ينزلوا تحت ايه اللي مخلي الهيموريدج متشعلق كده؟ يعني ادي الديسك وادي المكله وده متشعلق فوق كده ليه ما نزلش تحت عند الساعه 6 نزل تحت في الفيتروس؟ ليه فاضل متشعلق كده؟ يبقى الليفل بتاعه فين؟ اسمه سب هايلويد هيموريدج يا شباب تسمعوش عن السب هايلويد هيموريدج دكتور هو سب هايلويد معناها اللي هو بين الريتن وبين الفيترس وبين الريتن ايه ايوه بين الفيترس وبين الريتن بين الفيترس وبين الريتن حتى بيقول لك شكله بيبقى واخد شكل مركبه شويه بوت شيب اللي هو كده وده اللي اصل انت ايه اللي هيخلي هيموريدج متشعلق كده اللي هيخليه متشعلق كده ان هو اصلا موجود في ليفل
في سبيس بين الريتنا وبين الفيترا، لكن هو موجود في الفيترا الجل اللي هيخليه يبقى متشعلك، هينزل له تحت فاهم، فهو متشعلك كده عشان هو موجود في الليفل بتاع الايه بتاع السب هايلويد، يبقى ده سب هايلويد هيموريدج، وزي ما احنا شايفين واخد شكل البوت شيب ابييرنس. اوكي طب ايه الاصفر ده؟ ايه الاصفر ده؟ هيرينوزيس؟ نعم استيرويد هيرينوزيس. لا الفيتر الاصفر ده في الريتنا كوتون وول سبوتس، اسمها هارد اكسيدات، يعني مش شرط تقول كوتون وول، هارد اكسيدات خلاص. كوتون وول احنا هي بتبقى اكبر من كده وبتسموها سوفت اكسيدات، لكن ده الهارد اكسيدات اللي هو موجود، ده معناه ان العند عنده ماكيلر ايه اديما، عنده ماكيلر اديما الى جانب ان هو عنده بروليفريتيف اكتيفيتي عامله له الايه عامله له الصب هايلويد هيمورج. الصب هايلويد هيمورج بتنزل في امتحان الشباب انها واضحه وسهله وما فيش حد بيتلخبط فيها اصلا. صب هايلويد هيمورج اللي هو الهيمورج المتشعله ده بتنزل في امتحان. طيب ايه يا جماعه شايفين ايه في الصوره دي؟ حد يتكلم يا شباب يقول. اديما بابيل اديما. بصوا ادي الاوبتيك ديسك اهو ده بقيه الريتن. ايه الابنورماليتي الواضحه؟ انت ما تقعدش تبص في حته صغيره و... نيو فاسكولاريزيشن من اوبريشن. نعم في حد قال حاجه في الاخر كده؟ علي صوت بالضبط كده سنتر ريتينال فين اوكلوجن. سنتر على فكره بتنزل في امتحان كتير، سنتر ريتينال فين اوكلوجن بتيجي في الامتحان. معلش يا دكتور انا عرفت منين اللي هي. طيب انت ايه رايك في الهيموريدج اللي ضارب في الفاندس ده كله؟ في حتى ليه حاجه كاركترستيك جدا اللي هو الهيموريدج اللي ماشي بالطول ده اللي هو عامل خطوط ده بيسموه ايه؟ الهيموريدج ده بيسموه ايه؟ مش عارف. لا يعني اللي عامل فليم تقريبا فليم هيموريدج. فليم شيبد هيموريدج. فليم شيبد هيموريدج هو ده اللي بيبقى موجود. هو ليه عامل الخطوط دي؟ لانه موجود في الايه؟ في الليفل بتاع النير فايبر لير. ولو حد ركز فيكم بصوا على الفين ده دايليتد تورشوس عامل ازاي؟ شايف عامل ازاي؟ وده نفس القصه اهو. احنا فاكرين صوره الفندس الاولانيه اللي احنا شفناها ما كانش فيها الفين بيبقى ماشي ايه؟ سموث كده. اكيد ده بص عامل ازاي؟ بص عامل ازاي الفين؟ وادي ايه منظر الفليم شيبد هيمورج ضارب في الفندس كله؟ يبقى ده سنترال ريتينال فين اوكلوجن. تيجي كتير يا شباب السنترال ريتينال فين اوكلوجن تمام؟ طبعا انتوا ايه النظر بتاع الحاجات دي انتوا احسن مني فيه اكيد. بصوا بقى يا شباب ايه المنظر ده بقى؟ شايفين ايه فيها؟ ده البرانش ريتينال فين بالظبط. هتلاقي الهيموريدج كونفايند ليه؟ لوان برانش من الاركيد اللي هو ده اللي ادي الانفيرو اركيد وادي ليه الهيموريدج كونفايند فيه تحت. ده برانش ريتينال فين اوكلوجن. ثواني ها ايه رايكم في دي؟ سنترال ريتينال ارتري بالظبط كده. على فكره الصوره دي بتنزل كتير في الامتحان، سنترال ريتينال فين والسنترال ريتينال ارتري بينزلوا في الامتحان. عرفتيها ازاي بقى ان هي سنترال ريتينال ارتري؟ الشيري سبوت الموجوده والاتينيوشن واحد والارتريز شايفين الاتينيوشن. شايفين الارتريز عامله ازاي؟ بصوا يا جماعه شايفين الارتس عامله ازاي؟ شايف الكولوم من بتاع البلاد متقطع هنا ازاي كده؟ ده كده معناه ما فيش فلو. اهو نفس الكلام هنا، كولوم من الدم هنا متقطع خالص، دي اللي بيسموها ايه البوكس كارينج او كاتل تراكينج. هو زي ما هي كده منظرها واضح ان ايه ان الدم متقطع فيها، يعني كده معنى كده ان ما فيش فلو اصلا ماشي في الارتس، والارتس فيري اتنويتد
وادي الشيريرد سبوت. طيب وهتلاقي بص الريتز شكلها عامل ازاي، مبيضه كده مصفره، حصل فيها كواجلتيف نكروزس، كواجلتيف نكروزس اوف اللي اوف الريتنا، تلاقي كلها كده فيها ايه كواجلتيف نكروز. دي بدل اللي هو اللي ايه سنتر ريتنا ارتري اوكلوجن، وده اللي بيجي لكم في صوره كده انا عديتها. شايفين هنا بقى بصوا لون لون الريتن ايه تقولي يا دكتوره؟ فين اوكلوجن. فين اوكلوجن احنا اتفقنا الفين اوكلوجن اهم حاجه فيه ايه؟ هيموريدج. هيموريدج شايف الهيموريدج عامل ازاي في السنترال، وادي البرانش دي اهم حاجه فيه. انت شايف هيموريدج هنا، انت معنى الفين اوكلوجن اتقفلت الفين الارتر عمال يوقف دم للريتنا ومفيش ايه مفيش دم بيطلع عشان الفين مقفول، فيبدا بقى ينطر الدم في الريتنا كلها، يحصل الايه الهيموريدج اللي انت بتشوفيه. لكن هنا فين الهيموريدج اصلا؟ بالعكس انا شايف ايه، انا شايف الحته دي يعني فرق لون الريتنا تحت عن لون الريتنا فوق. الجزء ده هو برانشيال ارتري اوكلوجن فين الجزء ده كده؟ ده هتلاقي فيه كواجلتيف نيكروزس اهو اللي فوق دي مصفرة ومتقطعة كده في النكروزس عن بيت الريتن. ولو حد فيكم بقى جامد قوي وركز في الحتة دي، حد شايف الحتة اللي قدام السهم دي كده حاجة صفرة كده واقفة هنا اهي، حد شايفها حاجة كورة كده صفرة؟ دي الامبولوس، دي الامبولوس اللي قافلة الارتري اللي عمل لك البرانش ريتنال ارتري اوكلوجن. دي ما بتنزلش الامتحان، هي صعبه شويه بس انا قلت ايه يعني تشوفها كده بس ايه اللي بتنزل في الامتحان واحنا كلنا متفقين عليها هي اللي ايه السنتر ريتنا ارتي اوكلوجن. تمام كده؟ طيب ايه رايكم في دي؟ يعني ما بتنزلش في الامتحان برضك بس ايه يعني هو كده، ايه رايكم؟ يعني ادي الريتنا كلها حصل لها كواجلتيف نكروزس ما عدا الحته دي، اشمعنى الحته دي؟ عشان ليها سيليو ريتنال ارتري. بالظبط كده، تسمع عن حاجه اسمها السيليو ريتنال ارتري؟ ده موجود في نسبه قليله من الناس حوالي 15%. خلاص اه الراجل ده محظوظ جاله سنتر ريتنال ارتري كوزن، وفي نفس الوقت كان عنده السيليو ريتنال ارتري اللي هو طالع من سيليير سيركريشن، هو ده اللي بيصاب له ايه منطقه الماكيا. الراجل ده هيفضل يشوف بس هيبقى عنده ايه مشكله بقى في الايه في الفيلد اوف فيجن. تفتكر الفيلد بتاعه يبقى شكله عامل ازاي؟ تيوبولر. تيوبولر هو يشوف يا دوبك بالحته اللي في النص، لكن بقيه الريتنا كلها ايه مش شايف بيه. دي طبعا صعب انها تنزل في الامتحان، ما بتنزلش. ايه اللي بتنزل قلنا عليها السنتر ريتنال ارتري اوكلوجن الشيري ريد سبوت. اوكي طيب الصوره دي بقى مش عايز اقول لكم بيعشقوها وبتنزل كتير وسهله جدا، دي موجوده اصلا على الفيسبوك وموجوده في كل حته. ايه اب سنترد ريفلكس ليها اسم ليوكو كوريا ليوكو كير. يعني بص على الريفلكس هنا شكله عامل ازاي، بص الريفلكس هنا شكله عامل ازاي، ده محمر اهو ده الطبيعي، ده بص ايه ابيض، يبقى ده اسمه ايه اللي عنده رايت ليوكو كوريا. طيب انتوا طبعا واخدين بالكم في الصور بتاعت العينين ده الرايت وده الليفت، عارفين النقطه دي ولا لا؟ ناحيه الرايت وناحيه الليفت، حط نفسك مكان العيان. ماشي يا شباب، يبقى ده الرايت وده الليفت، ده الليكوكوريا. ايه بقى الموست كومن كوزز بقى بتاعت الليكوكوريا؟ ريتينوبلاستوما. ريتينوبلاستوما ده الموست سيريس كوز. بالظبط. ايه تاني؟ كاتراك. بالظبط كونجنتال كاتراك ده الموست كومن كوز، في اسباب ثانيه كتير لكن انتوا عندكم صفحه تقريبا في الكتاب ده ديفرنشال ديجنوست الليكوكوريا، كوتس بقى وريتيناتس ريتينوباسي وفيماتيوس بقى وكل اللي انت عايز تقوله. اوكي بي اتش بي في كل اللي عندك اوكي.
أو ممكن يجيب لك صورة زي دي يقول لك all of the following are causes of this condition except واحدة غلط. مين اللي بينام ده يا جماعة؟ طيب الدكتورة اللي بتسأل دكتورة تقريبا اسمها تقريبا شايفة ايه انا بقى؟ شايفين البيجمنتيشن ده؟ شايفين البيجمنتيشن ده يا شباب؟ ريتينايتس بيجمنتوزا؟ بالظبط هي دي شكل الريتينايتس بيجمنتوزا. بص بقى شكل البيجمنتيشن هنا شكله عامل ازاي؟ اوريك واحد اوضح. بص البيجمنتيشن هنا شكله عامل ازاي؟ ده اللي اتقال عليه بوني سبيكيوز ستار شيب اللي هو ايه بتاع ريتينايتس بيجمنتوز، ما بيبقاش زي البي ار بي المدور ايه، ما بيبقاش ريجولر زي البي ار بي ده. بص الريجولر في حتت فيها وحتت ما فيهاش، وادي شكل الايه البوني سبيكيوز اللي هي عامله زي الستار شيب دي كده، ده شكل كاركترستيك ما بتبقاش مدورة يعني. بصي بصي البيجمنتيشن بيبقى زي خطوط كده ومتفرعة. ده بقى هو شكل العين اللي عنده ايه ريتينايتس بيجمنتوزا. تمام؟ بيبقى عنده ايه تاني في الفندس العين اللي عنده ريتينايتس بيجمنتوزا؟ بيبقى عنده الفيسلز تبقى اتنويتد. وعنده ايه تاني في الاوبتيك ديسك؟ ها يا شباب بيبقى عنده ايه تاني في الاوبتيك ديسك؟ اوبتيك اتروفي. ايوه انهي نوع بقى من الاوبتيك اتروفي؟ كون كونسيكتيف. بالظبط كده يبقى عنده كونسيكتيف اوبتيك. انا براجع معاكم شويه انتوا بتذاكروا كده كده فايه انا اتصحصحوا معايا شويه والزوم هيقفل دلوقتي فنطلع ونخش على نفس اوكي ماشي. بص على الصورة دي لغاية ما الزوم بقى يقلب وتقولوا انت شايفين فيها ايه. يقول لك في بريك او في بريك زي ده يبقى يقول لي ريجماتوجينس ريتال تاتش. فانا اجيب لك مثلا صوره فيها بريك زي ده واقول لك ايه زيس ريتال اتاتشمنت از اوكسيداتيف ولا ريجماتوجينس ولا تراكشن. خلاص انت لما تشوف البريك هتقول لي ايه ريجماتوجينس. تمام كده يا شباب ده شكل الايه البريك اللي هو ريجماتوجينس ريتال تاتش. طيب شايفين ايه بقى في الصوره دي؟ ايزوتروبيا. ايه ايزوتروبيا؟ ايزوتروبيا في الرايت اي العين الايه اليمين. طب كم ديجري؟ 15. انت لما اقول لك كم ديجري بص على الايه على الكورنيال لايت ريفلكس اما يبقى عندي البيبيلر ايدج زي ده بيبقى 15. طيب لو عندي الليمبس 30. لا 45 عند الليمبس بار. امال بين البنين هيبقى 30. طب معدي معدي الليمبس بقى طالع على السكليرا هنا يطلع عليه 60. انتوا خليكم في الايه في الحاجات اللي هي 15 30 45. كيف ده عنده رايت ايزوتروبي؟ ها عند ايه ليفت ايزوتروبي كام ديجري؟ 30.
30 صح، عشان هي بين الايه ولا حصلت الليمبس ولا حصلت البيبليريت. طيب ده ايه؟ هايبوتروبيا صح. وايه تاني؟ واكزوتروبيا. يبقى هايبوتروبيا واكزوتروبيا. الصوره دي مية ما بتجيش في الامتحان. دي هي الصوره دي الغرض منها ايه دكتور؟ لو سمحت في ناس عايزه تدخل. هما فين؟ طيب في الويتنج روم. اه وانا ازاي الغيها اصلا؟ انا عايز الغي اي حد يخش وخلاص بقى. لو لحضرتك ممكن تلغيه من الاوبشنز بتاعت الروم تقريبا. من الاوبشنز؟ اه من الاوبشنز بتاعت الروم نفسها. طيب مبدئيا يعني خلينا الوقت لغايه ما يفصل ابقى اشوف بقى. طيب الصوره دي ايه يا جماعه؟ الصوره دي ما بتجيش في الامتحان زي ما اتفقنا، بس انا بقول لك ايه البتاع اللي هو ماسكه في ايده ده؟ اسمه البريزم. اسمه البريزم. اوكي ده اللي بيساعدك ان تحدد الانجل بتاع السكوينت. يعني لا اللي احنا كنا في السيشن بتاع السكوينت اللي احنا شرحناها مع بعض، قلت لك انت في من ضمن الحاجات اللي انت بتستخدمها تقيس بيها الانجل هي البريزم. وده البريزم هو ماسكه بايده عشان نيوترلايز الايه الانجل بتاع السكوينت. البريزم ده بيبقى ليه باور، في مثلا بريزم 30 35 40 وهكذا، فده بيحدد لك الانجل بتاع السكوينت هتبقى كام. بس ما بيجيش كتير يعني حوار البريزم ده اصلا يعني. طيب ايه رايكم في الصوره دي؟ وركزوا قبل ما تتكلموا. توزز ايه؟ توزز وايزوتروبيا. بيبي كانسس تودو سكوينت. طيب مبدئيا اول حاجه الواد عنده، بصوا شايفين حته الجلد اللي زي ده دي اسمها الايه؟ الليبي كانسس. بس انت عشان تقول كلمه ان هو سودو سكوينت لازم يبقى كورنيال لايت ريفلكس سنترال في العينتين. ده هنا سنترال، بص ده عامل ازاي. الواد ده عنده ترو سكوينت مش ابارنت، على الرغم ان عنده ايه ده، عنده بيكنسل فولد. اه عنده بيكنسل فولد، بس عنده في نفس الوقت سكوينت. ما يمنعش خالص العين اللي عنده بيكنسل يجي له ترو سكوينت. انت بتحدد قلنا سكوينت ولا مش سكوينت من ايه؟ من الكورنيال لايت ريفلكس اللي هو الهيرشبرج تيست. لو لقيته سنترال في العينتين خلاص، ده انا ساعتها اشوف ان هو سنترال في العينتين، يبقى الواد ما عندوش سكوينت. امال الام حاسه ان هو اللي عنده سكوينت عشان الابارنت. ده لو كان سنترال، امال ده اصلا ايه؟ ده مش سنترال اصلا. فانت ما تتخدعش في اول صوره بتاعت ايبي كانسس تجي لك تقول ده على طول ابارنت. لا، انت اهم حاجه هفرق لك سكوينت ولا مش سكوينت قلنا الهيرشبرج تيست. خلاص، فده عنده عادي سكوينت ليفت ايزوتروبيا ما فيش مشاكل، الا جانب ان عنده ايبي كانسس حاجه زياده كده. دكتور هو في دوز في الصوره؟ يعني ما لا مش قوي يعني، ليك في السكوينت بس. طيب ايه رايك في الصوره دي؟ رايت ايزوتروبيا. عنده رايت ايزوتروبيا على الرغم ان عنده ايه؟ الايبيكانسس. ايه؟ الايبيكانسس موجوده بس توز. انت اللي هيفرق لك سكوينت ولا مش سكوينت هو مين؟ هو الكورنيال لايت ريفلكس. طيب الولد ده اول ما دخل بالباب كان منظره عامل كده، عنده ايه؟ ليفت ايزوتروبي. وبعد ما قعد معايا شويه لقيته عمل لي كده. بقى ايه؟ كونكومنتنت بايلاترال. رايت ايزوتروبي. بقى عنده رايت ايزوتروبي، لان سمعت كلمه دلوقتي حد قالها. معلش قول لي كده تاني كده يا دكتوره. كونكومنتنت الترنتيف. ايوه اسمه الترنيتنج سكوينت مش بايلاترال. ها؟ مفيش حاجه اسمها بايلاترال سكوينت. مفيش حاجه اسمها في الدنيا اسمها بايلاترال سكوينت. يا يونيلاترال يا الترنيتنج. مفيش حاجه اسمها بايلاترال سكوينت. الكلمه دي لازم تشطبوها من ما اعرفش دخلت في دماغكم ازاي. اسمه الترنيتنج سكوينت، يعني هو كان بيفكسيت بالرايت اي وبيحول بالشمال، بعد شويه بقى بيفكسيت بالايه بالشمال ويحول باليمين، فهو كده بيالترنيت، كده بيالترنيت بين الانتين. ايه بس اسمه alternating ايه سكوينت.
انت شايفين ان في ده ليفت ايزوتروبي؟ نعم ليفت ايزوتروبي. ليفت ايزوتروبي على الرغم ان عنده اللي بكانسس عادي. احنا بنبص على مين؟ الكورنيال ريفلكس سنترال. خلاص لو لقيته سنترال لقيته سنترال وعنده بكانسس ساعتها اقدر اقول عليه انه ده ايه سودو. لكن لو هو بالمنظر اللي انتم شايفينه ده سكوينتد لا يبقى ده سكوينت. ده عنده ايه؟ اكزوتروبي. ده عنده اكزوتروبي يعني هو فيكسنج دي ودي طالعة البرة ايه. طيب وده شكل اوبتيك ديسك عشان تصويره مش حلو. بس الديسك ايه لونه عامل ازاي؟ وايت ملكي وايت مبيض بزياده. ده معناه انه عنده ايه برايمري اوبتيك اتروفي. عنده اوبتيك اتروفي اوكي. عنده اوبتيك اتروفي بقى وفي انواع كتيره من الاوبتيك اتروفي خلاص اللي انتوا بقى عارفينها في النظر. طيب ايه رايك في الصوره دي؟ ده برضك ديسك مكبرينه شويه وجاي لكم بالمنظر ده. اثباتي دايما احنا ايه دايما كل الناس بتجري تقول باب اللي ديما هي صح اوبتيك اتروف. لا واحده واحده انت بتتكلمي على دي ولا على اللي فاتت ولا ايه؟ انا بتكلم على الصوره دي. انت لو فاكرين صوره الفندس اللي احنا بصينا عليها في الاول لما منظر الاوبتيك ديسك الفيسلز بتبقى طالعه وانت شايف الايدج بتاع الديسك بالظبط. لكن هنا ما تقدرش ترسم الايدج بتاع الديسك. انت شايف الديسك ايه سوولن. شايف الديسك سوولن. لو حد مثلا ركز فيكم في البلاد فيسل اللي ماشي ده هيلاقي مدفون في الحته دي مدفون في وسط الديسك. النير فايبر ليه حصل فيها سوولن ودفنته في الحته دي بقى ايه مش ظاهر يعني فاهمين ازاي. فالديسك ده فيه اديمه. الديسك ده فيه ايه اديمه. بس انا ما اقدرش اقول كلمه بابليديما دي. بس انت عشان تقول كلمه بابليديما اول شرط من شروط البابليديما ايه؟ بلاتر. بلاتر انا جايب لك ديسك واحد تقول لي بابليديما ازاي؟ فانت تقول لي ده ديسك اديما فور ديفرنشال دياجنوز. ده انا لو جبت لك ايه صوره واحده صوره واحده زي دي هتقول لي ديسك اديما. طب جبت لك الناحيتين وظاهر فيهم ديسك اديما ساعتها ممكن تقول لي بكل اريحيه ان ده ايه بابليديما. والديفرنشال بتاعه البابلايتس ولا في حاجه بابلايتس ويتين هي اكزل هايبرمتروبيا سودو بابلديما ده اللي هو سيدو ديسك قديم ماشي ويتين ريتينال فين. لا بس ماشي يعني انت اصل انت عشان تقولي ريتينال فين اوكلوجن بيبقى فيه هيمورج في الفاندس وبتاع اصل مش جايب لك مش جايب لك بس الديسك بس غالبا جايب لك صوره اكبر يعني انا مكبرها عشان اوريكم بس الساينز اللي بقول لكم عليه. فالريتن فين اوكلوجن هيبقى واضح من منظر الهيموج اللي ضارب في الريتن كلها. لا في حاجه ثانيه بتعمل برضك ديسك اديما ثاني كومبريسيف. كومبريسيف يعني لو هي يعني عنده تيومر او عنده اي حاجه دايسه على الاوبتيك نيرف من ورا مش هيحصل فيه ديسك اديما اوكي. فده ديسك اديما فور ديفرنشال دايجنوز من ضمنهم البابليديما. من ضمنهم البابليديما. بصوا بقى في الامتحان بتاع اللي هو السلايدز اللي بيجيبكم في الامتحان اللي هو الورق ده كان جالهم من قيمه سنتين كنت براقب عليهم جالهم فيلد ديفكت. خلاص ما بيجيبكوش طبعا الصوره كامله زي كده يعني هو مثلا يختار كده يقول لك ايه جايب لك الصوره دي بس الاثنين اللي قصاد بعض دي وبس كده مش كاتب لك رايت ولا ليفت ولا اي حاجه ما فيش الكلام ده خالص كاتب اي حاجه جاب لك المنظر ده بس يقول لك this field defect is more مثلا with one of the following وتختار ايه وتختار الاجابه الصح. هي بس انا في تكه كده عايز ايه اقولها لكم تحطها في دماغكم بالنسبه للفيلد. لو انت باصص قدام الفيلد ما تقعدش تروش نفسك بقى اليمين والشمال والكلام ده. اعتبر نفسك انت العيان. اعتبر نفسك انت العيان ويبقى يمينك هو يمينك وشمالك هو شمالك. فاهم ازاي؟ انا قاعد دلوقتي وباصص على الفيلد ده الفيلد رقم بي ده
فانا قاعد قصاده زي كلكم قاعدين قدام الشاشه، فيمينك هيبقى الناحيه دي وشمالك الناحيه دي، اتفقنا؟ التمبرال بتاعك هو اللي لبره، والنزل مناخيرك هي اللي ايه، مناخيرك هنا في النص، مناخيرك هتبقى جوه. لان هو جالهم ايه بقى، جالهم تقريبا على ما اتذكر نفس الصوره الاخيره دي كده، وقال لهم الليجن هتبقى فين. انت ما بتلاقي طبعا ماكيولار سبيرنج بتفكر في الليجن هتبقى فين يا شباب؟ في البرين، في الاوكسيبيتال لوب. ليه؟ في الايفي كورتكس. بالظبط، في الاوكسيبيتال كورتكس. بالظبط كده، الاوكسيبيتال كورتكس. طب يمين بقى ولا شمال؟ لان هو كان جايب لهم يمين. بقى ايه العكس، يمين ولا شمال؟ يمين. طيب هتعرفها بقى ازاي؟ تعرفها ازاي؟ ما هو ده بس السؤال. هو زمايلكم عارفين ان هي اوكسيبيتال كورتكس، وعارفين ان هي كونترا لاترال. اوكي، كل ده احنا عارفينه، بس انت عشان تطبق بقى على ارض الواقع هتقول لي يمين ولا شمال، هتعرفها ازاي؟ عكس، هي جايه شمال انا هقول يمين، هي بتيجي في يمين. انت بتبقى قاعد قدام الفيلد اهو زي ما اتفقنا، ادي الهيما انوبيا اللي هي السودة دي ناحيه اني ايد، يعني لو بصيت انت على العين دي بس لوحديها، اللي هي العين الايه اليمين دي لوحديها، وسيبك من دي، بص على العين دي، الهيما انوبيا ناحيه اني ايد فيهم يمين ولا شمال؟ شمال. تعالى نفس الكلام هنا، بص على العين دي لوحديها، الهيما انوبيا ناحيه ايدك اليمين ولا الشمال؟ الشمال. خلاص، يبقى انت كده عندك ايه، يبقى انت كده عندك ليفت هومونوماس هيما انوبيا. اما تلاقي ليفت هومونوماس هيما انوبيا ويز ماكيولار سبيرنج، يبقى تبدا تفكر في انهي كورتكس، الرايت اوكسيبيتال كورتكس. تمام كده يا شباب؟ طيب خلينا في اللي في رقم سي ده يا جماعه، بص عليه وقول لي الليجن ممكن تبقى فين. طيب ايه الليجن الموجوده اصلا؟ كونترالاترال هيمونوماس انوبيا. هيمونوماس هيما انوبيا. ما تقوليش بقى كونترالاترال، انا عايز دلوقتي اعمل ليفت. ليفت فتقول لي ايه؟ ليفت. يبقى انا حتى لو انا مش كاتب لك فوق يا جماعه دي الرايت اي والليفت اي زي ما هو كاتب كده، يعني لو انا شطبت الحته دي وجبت لك فيلد زي ده كده، بس انت هتعتبر نفسك العيان، يمينك هو الناحيه دي، شمالك هو الناحيه دي، عشان ما تتلخبطش. زمايلكم مشكلتهم في هم الفيلد حافظينه، زمايلكم مشكلته كل واحد بعد يقول لك هو انا قاعد قصاد العيان هيبقى عكسه ولا قاعد ازاي، كل واحد بعد ايه يفنن في القعده بتاعته ولخبط نفسه. فانا بقول لك عشان ما تتلخبطش اعتبر نفسك انت العيان، يمينك الناحيه دي وشمالك الناحيه دي، خلاص. والنزل بتاعك ايه؟ المناخيرك في النص، يبقى ده النزل وده التم. اوكي، طب تعالوا بقى بصوا على الفيلد بتاع بي ده. ايه الفيلد بتاع بي ده من غير ما حد يبص على الصوره اللي في الجنب دي خالص؟ بص على الفيلد ده بس كده لوحده، لان هو بتجي لك الصوره لوحديها كده، جالكش حاجه تاني جنبيها. بقول لك ايه، باي تمبرال هيما انوبيا. باي تمبرال هيما انوبيا، خلاص. باي تمبرال هيما انوبيا دي هيبقى المكان ال هيبقى فين؟ كايزما اللي اوكي. فالفيلد زي ما اتفقنا بتعمل نفسك انت العيان، ويمينك هو يمين الصوره وشمالك هو شمال الصوره. فانا في حد عنده اي مشكله في النقطه دي يا دكتور؟ هي دي اللي هي في التمبرال لوب. نعم، رقم دي. دي ايه؟ سوبيرو كوادرانتانوبيا. سوبيرو كوادرانتانوبيا دي بتبقى في التمبرال لوب. تمام. طب هو ممكن يجي في الامتحان برضو اللي هي اللوب الثاني البرايتال، عشان بتلخبط ما بينهم، ما بعرفش اللي هو البرايتال دي بتبقى غريبه شويه. ده البرايتال بتبقى انفيرو كوادرانتانوب، نفس المربع بس من تحت. من تحت. الناحيه الثانيه برضو. تمام، هي كونترالاتر، هم نفسهم من بعد الاوبتيك، يعني ادي الكيازما بيبقى ايه؟ باي تمبر. بعد كده كله هومونوموس. هومونوموس يعني ايه؟ في نفس الناحيه. انت هتلاقي الليجن في نفس الناحيه، فاهم ازاي؟ بعد الاوبتيك من التراك وانت ماشي لورا،
الليجن بتبقى ايه كونترا لاترال هومونوس. طب الليجن نفسه بيبقى فين في البرين في الرسمه؟ ليه معلش قول تاني. يبقى الليجن بيبقى فين في البرين؟ يعني تحت حرف الدي ده يعني في الرسمه اللي هو بتاع البرايتال يعني يا دكتور. لو هو انفيرو كوادرانتونوبي يعني الليجن بتاعه يبقى فين؟ هتبقى في البرايتال لوب. ايوه يعني ممكن حضرتك تشاور لنا بس بالماوس. مش فاهمك يعني ايه اشاور لك بالماوس؟ اشاور لك على ايه؟ في البرايتال لوب بتاع البرين دي لوب ثانيه. ما انت على حسب السكشن ده. هو هنا واخد السكشن بس بتاع التمبرال. هنا في يعني ده تمبرال بس. تمبرال البرايتال فوق شويه. تمام اوكي البرايتال فوق. ماشي شكرا. العفو دكتور. هو في لا سي دي هو الرايت اوبتيك تراكت هو اللي فيه مشكله مش كده؟ يعني احنا دلوقتي الناحيه اللي خلاص يبقى الرايت هو فيه المشكله. تمام ماشي. يعني من اول سي ودي وكده بنعكس سي ودي. من اول الاوبتيك تراكت وانت راجع معكوس كونترا لاترال ايمي انوبي. تمام طيب العين ده اول ما جالي دخل بالمنظر ده عنده ليفت ايه كومبليت توزيس اهو زي ما انتم شايفين. رفعت عينه رفعت الجفن سوري ببص على العين لقيت انه عنده اكزوتروبيا وعنده هايبوتروبيا. حبيت اشوف له بقى الموتيلتي. قلت له بص ناحيه ايدك اليمين عادي الانتن اتحركوا مفيش مشاكل اهو. قلت له بص ناحيه ايدك الشمال ما يعرفش يبص ناحيه الشمال لان هنا عنده ليميتد ادكشن مش عارف يعمل ادكشن. قلت له بص لفوق دي طلعت دي ما طلعتش مش عارف يعمل اليفيشن. قلت له بص لتحت دي نزلت دي ما عرفتش تنزل. يبقى اللي عنده ايه؟ ثيرد نيرف بولس. ثيرد نيرف بولس ايه؟ يبقى عنده ثيرد نيرف بولس اللي هو الاوكيلو موتور نيرف بولس. طيب ده في البرايمري بوزيشن جات لي بالمنظر ده عندها ليفت ايه مالكم ليفت ايه ايزوتروبي مخدودين ليه؟ طيب كام ديجري؟ 45 عند اللم بس اوكي. ما جيت بقى اعمل لها موتيليتي قلت لها بص ناحيه ايدك الشمال دي اتحركت عادي مفيش مشاكل دي دوبك وصلت للميد لاين بالعافيه ما بتتحركش يبقى عندها ليميتد ايه اب دكشن which is بقى affected here lateral rectus is abducing nerve abducing nerve اللي هو نيرف يبقى عندها سكسين نيرف بولس او abducing بولس اوكي يبقى عندها ليميتد اب دكشن. طيب ده عم مخبوط في عينه زي ما انتم شايفين وعنده ايه الاحمر بقى ده اللي عنده سب كونجكتيفال هيموريدج تيجي بقى في الامتحان السب كونجكتيفال هيموريدج ما اعرفش بيحبوها على ايه تيجي قوي يعني بيحب قوي السب كونجكتيفال هيموريدج. طيب ده شكل سي تي بتاع عيان يعني هي ما بتجيلكوش في الامتحان بس ايه هوريكم حاجه فيه. شايفين البتاع ده ركله الفورين بودي حته حديد لو كان عين بيدق كده نطت في عينه وعملت له انتر اوكلر فورين بودي ماشي يعني ممكن العيان اللي هو بيدق ده يخش حته حديده في عينه وتعمل له انتر اوكلر فورين بودي تظهر بالسي تي اي. طيب الصوره دي بتيجي برضك شايفين فيها ايه؟ هيريدو دياليسيس. هيريدو دياليسيس يقول لك اللي العين ده هيشتكي من ايه؟ ايه الشكوى الاساسيه بتاع اكتر حاجه بيشتكي منها؟ مونوكلر ديبلوبيا. يوني اوكلر ديبلوبيا بتحصل في العيانين ايه اللي عندهم ايريدو دايالس. دكتور معلش هو يونوكلر ديبلوبيا دي مش فاهمه قوي يعني ايه يونوكلر ديبلوبيا مش هو يعني انت دلوقتي اي عين بيجي لك بديبلوبيا بيقول لك انا بشوف الحاجه اتنين خلاص مثلا زي عين الايه اللي هو السكس كرينيال نيرف اللي كنا لسه بنتكلم فيه ده ابديوس النيرف بولس ده
ما يجي يبص قدامه بيبقى شايف الحاجة اتنين عشان عينه مش مظبوطة مع بعض. فما يقفل العين منهم هيلاقي نفسه شايف ايه؟ صورة واحدة. شوف كويس صورة واحدة خلاص. يبقى دي يبقى يقفل العين هيبقى شايف نفسه هيلاقي نفسه شايف صورة واحدة. فدي بيسموها ايه؟ باينوكلر ديبلوبيا. يعني الديبلوبيا بتحصل لما يبقى ايه؟ فاتح عينه الاثنين. امال العين ده اللي هو بتاع الايريدو داياليسيس ده يقول لك انا شايف الايه الصوره وليه خيال او شايف ايه صورتين شايف الحاجه اثنين. اما يقفل العين اللي هي السليمه يقفل العين السليمه هيفضل شايف الحاجه اثنين برضه. تمام يفضل شايف الحاجه اثنين على الرغم ان هو قفل العين السليمه. تمام. هيفضل شايف الايه الحاجه اثنين بسبب الايه دي عامله زي بيوبل ودي عامله زي بيوبل. دي بتدخل ايه الضوء وبتعمله ديفراكشن ودي بتدخل الضوء بتعمله ديفراكشن فتعمل صورتين على الريتنا. فعشان كده بايه بيعمل لك اليوني اوكلر ديبلوبيا. اوكي تمام شكرا. طيب الصوره دي بتيجي كتير بقى اي فيم ايه ليفل تحت اهو اي فيم. وبيجي لي يقول لك ايه التريتمنت اوف ذيس كونديشن includes antibiotics, systemic steroids, مش عارف اي حاجة, positioning. اختار مين؟ position, semi-sitting position. بالضبط. يبقى positioning مهمة جدا في عيانين اللي ايه اي فيم. زائد ايه شوية topical steroids و psychoplegics. دي حاجات احنا بنديهاله. ايه الصورة دي رخمة شوية بس ما بتجيش. بس ديك واحدة من الكمبليكيشن بتاعت الاي فيم. ستيني هو اللي عندك عنده توتال هاي في مدار الهاي في واخد الاي سي كلها وعنده الاي او بي عالي. تمام. وبدا يحصل كورنيال بلاد ستين. هي صعبه شويه يعني. معظم السلايدز على فكره انا جايبها انا منقل لكم شويه سلايد صعبه عشان ايه نقعد ندسكشن فيها. انتوا الامتحان بتاعكم بيبقى سهل. انا مش عايزكم تقلقوا يعني من السلايدز دي. السلايدز دي انا عارف انها صعب وانا جايبها صعب عشان يبقى في ديسكشن كده مش مجرد اقول لكم وتعرفوها على طول. يبقى احنا كده بقى ما عملناش حاجه يعني. كورنيال بلاد ايه يا دكتور معلش؟ بلاد ستيننج. كورنيال بلاد ستيننج وانه في الكومبليكيشنز بتاعت الهاي فيم. تمام. طيب شايفين ايه هنا؟ ولر كاتركت. ايه؟ حد كان بيتكلم اقول سنوفليكا. مش سامعك يا شباب الصوت بيقطع معلش. ده دندريتك ألسر اللي هو لا دندريتك ألسر يا راجل لا هو اسمه سنوفليك كاتركت او حاجه زي كده مش فاكر الاسم. لا ما شاء الله برضه. سنوفليك ده بتاع ايه؟ دايبيتس. بالظبط دايبيتس. يبقى شكل ايه سنوفليكس؟ ده تروماتيك. ايوه اسمه بالظبط تروماتيك كاتركت. ليه اسم كده شكل ايه كونكشن شيب فيزري شيب؟ لا مش فيزري يا راجل ورده روزيت شيب كاتركت متفرع عامل زي الورده. يبقى ده اسمه روزيت شيب كاتركت بتاع التروماتيك كاتركت. ايه يبقى ده منظر التروماتيك كاتركت. دكتور معلش يعني ليه روزيت تاني معلش مش سام... يعني ايه ليه روزيت؟ هي شكلها روزيت شكلها عامل زي الورده. تمام. هو شكل هو اسمه كاترك شكله عامل زي شكل الورد. هو تروماتيك. هو تروماتيك كده بس بيقول لك شكله عامل زي شكل الورده. طب لو هي كانت مثلا مثلثات صغيره كده تبقى كورتيكال كاترك صح؟ الثانيه بتبقى ويدجز في البريفري كده بتبقى عامله كده ويدج دي في البريفري. تمام ماشي. طيب الصوره دي رخمه سيبكم منها خلينا في الصوره دي. بصوا يا الصوره دي عشان ايه يعني ما حدش يتخض يعني. بص ايه متاخده ازاي اصلا. اول حاجه ده انا جايب مود اسمه الريد ريفلكسبل سليت لام. دي الايريس على فكره اهي ودي البيوبل كل دي البيوبل اهي كل دي. اوكي في حاجه كده نازله لينس سبلنتيشن بالظبط بيسموها سانسيت ابيرنس بتاع اللينس كان الشمس بتغرب. فاهم ازاي sunset appearance بتاع اللينس ده اللي هو ايه subluxated lens. انت شايف كده الايدج بس بتاع الايه الاكواتور بتاع اللينس فده كده اللينس بتلخلخه يعني المفروض اللينس تبقى ماليه البيوبل كلها صح؟
هي اصلا انفكت من كل ده، الزنيولز اتقطعت من كل الحتت دي ونازله لتحت عشان العيان قاعد على السيت لامب، فنزل ليه نزل تحت. طب وايه اللي هي الديل اللي وراه ده؟ دي شويه فيتروس اوباستس، شويه فيتروس اوباستس. اوكي هي صعبه شويه بس دي بتيجي اسهل من كده يعني. دكتور هو انا افرق ازاي ما بين السبلوكيتد لينس والديسلوكيتد لينس؟ بص كلمه ديسلوكيتد هما الاثنين معناها ان اللينس اتحركت من مكانها، بس الديسلوكيتد يعني كومبليت سبلكسيشن، ما بقتش موجوده اصلا في البيبيلر ايري. يعني مثلا اقول لك بوستيرور لينس ديسلوكيشن معناها ان اللينس اتخلعت من مكانها ووقعت ورا على الريتنا. فاهمه ازاي؟ طلعت ووقعت على الريتنا ورا، لكن الانتيرو ديسلوكيشن بقى هتشوفيها حالا. اوكي ايه بقى رايكم في الصوره دي؟ ده انتيرور ديسلوكيشن بالظبط. ادي الايرس يا شباب اهي، ودي اللمبس اهو. خلاص في حاجه عامله زي الاويل بروبلت، عامله زي نقطه زيت كده موجوده في الايه، في الانتيرو تشامبر اللي هي دي كده، ده الايدج بتاعها فينو، ده الإكويتور بتاع اللينس. فدي بتحصل من ايه؟ يحصل قصدي بتعمل ايه اصلا؟ يعني لما بتطلع كده anterior dislocation اخاف انا من ايه بقى؟ glaucoma. ايوه انهي نوع؟ glaucoma inversus. glaucoma inversus دي اسمها ايه؟ يعني هي ايه الميكانيزم اللي بتعملها عشان تعمل glaucoma؟ بالضبط كده بيبيلر بلوك. تعمل بيبيلر بلوك، اللينس دي طلعت سدت البيوبل خلاص ما فيش ايكواس فلو، فبيحصل بيبيلر بلوك والتنشن تلاقي عالي جدا. فانت اصلا بتبقى داخل عمليه زي دي وقلقان جدا من التنشن العالي. فدي كده اسمها انتيرو لينس ديسلوكيشن. احيانا بتيجي خلاص، احيانا بتيجي. طيب بصوا دي صورة ريتنا. خلاص دي صورة ريتنا، والديسك الناحية دي وادي البلاد فيسلز اهي. ادي الديسك اهو خلاص، وادي اركيد وادي اركيد، والمنطقه اللي في النص دي الماك. خلاص ايه الخط اللي الاحمر اللي بالطول ده؟ ده مش يعني صعب عليكم يعني، بس ايه قلت اجيبها لكم يعني اتفرجوا عليها. يعني ايه دي؟ ده عين واخد تروم، ده اسمها كرويدر رابشر. اسمها كرويدر رابشر. يا جماعة حد يسمع سبريتينال هيموريدج؟ ايه؟ سبريتينال هيموريدج؟ سبريتينال هيموريدج جميل، اللي هو عشان انت شايفاه ده بالظبط، انا بتكلم على ده. يبقى كريسنت شيب. ماشي، ما هو مش شرط كريسنت، ما سي شيب مرسوم بال، فيش حاجة في الجسم يعني، كل ده احنا تشبيهات مديناها لها. فاهم ازاي؟ هي ما بتمشيش على كتاب. هي شكلها تقريبا هي كريسنت يا ست. ايه؟ ده بيبقى ايه؟ كرويدر رابشر. بيبقى شكله في الاول كده عامل هيمورج وبتاع، وبعد ما بيبقى يحصل له هيلينج بيبقى بالمنظر ده زي ما انتم شايفوا كده. ايه؟ ويبدا يحصل فيه بيجمنتيشن في المكان بتاعه. ده كرويدر رابشر، ما بتجيش صراحه، يا صعبه يعني، رخمه قوي. فيعني اعرفوها للنظر وخلاص. طيب ايه الصوره دي؟ سكليرال رابتشر بالظبط. ايه ده؟ شايفين
دي الايرس طالعه في الشارع. دي الايرس طالعه في الشارع اهي. وادي السكليرا مقطوعه هنا. ده السكليرا ايه؟ رابشر جلوب يعني. طيب ايه ده برضك؟ ادي الليمبس اهو. ادي السكليرا ايه ده؟ بنتريتنج انجل في السكليرا. ايوه يعني سكليرا لاسيريشن او سكليرا رابشر. بس انا كنت عايز اوريكم بقى حاجه. شايفين حاجه زي الجيلي كده طالعه هنا في الحته دي كده اللي عامله ريفليكشنز دي؟ شايفينها؟ ايه الجيلي ده؟ ده الفيترس طلع من الايه؟ من اللاسيريتنج انجري. ارتفع العيان ده من ايه؟ اندوفثالمايتس صح؟ ايه تاني؟ تراكشن الريتنا ديتاتشمنت. مش شرط تراكشن، انت عندك اصلا حته قطعه في الريتنا يعني. ماشي اوكي، ممكن فيما بعد يحصل شويه بي في ار ويحصل تراكشن ريتنا ديتاتشمنت، مفيش مشاكل. بس انت اسهل حاجه عندك ايه؟ انجر في الريتنا، قطع في الريتنا، اعمل لك ريجماتوجنس ريتنا ديتاتشمنت. تمام؟ ايه تاني ممكن يكون عنده؟ ايه اصلا ممكن يبقى عنده؟ انتراكولار فورين بادي. ما هو اللاسيريتنج دي مش ممكن يكون في حاجه دخلت وقعدت جوه زي اللي احنا شفناه في السي تي؟ فانت بتخاف من ايه؟ من الانفكشن او الانتراكولار فورين بادي او اللي هو الايه، انجري للانر كونتنتس بتاعه الاي زي الريتنا، يعمل لك ريجماتوجينس ريتنا تاتش. ده كورنيا لاسيريشن بس يعني رخمه يعني. المهم اما بيحصل كورنيا لاسيريشن بنبدا بقى نخيطه. احنا عارفين ان انا بخيط اهو في العين اهو. الخيط ده اسمه ايه؟ اسمه نايلون 10 0. نايلون 10 0 اوكي. مش عليكم قوي النايلون، بس يعني لو حد، بس انتوا كده ما عندكوش امتحان شافوي اصلا، فيعني ما مش مشكله. طيب ايه الحاجات دي؟ ايه يا جماعه؟ دكتور ايه اللون ده اصلا؟ اللي ايه؟ ايه اللون ده؟ ايوه ايه الحاجات دي؟ دي ايريس ماسكه في اللينس. تبقى ايه؟ فستون دي بيوبل. اسمها ايه؟ اسمها ايه الحاجه اللي بتعمل؟ بصير ساينيكي. ايوه بصير ساينيكي. ما تتخضوش يا جماعه من الحاجه، انا عارف ان انتوا اول حاجه بتبقى عارفينها، بس ايه واحد مخضوض، هي دي ولا مش هي؟ ما تتخضش يا دكتور. وليه اللون اخضر؟ اخضر هو عينه خضر يا عم. طيب دي برضك يعني ما بتجيش كتير، بس حاجه فور فان كده. دكتور معلش، هو ممكن الصوره اللي قبلها مش فاهم، احنا عرفنا منين ان هي بوستيريور ساينيك يعني؟ ما ايه اللي هيبقى ايريس ماسك في اللينس؟ عيان عنده تروماتيك كاتراكت اهو، كاتراكت اوكي، وعنده ايريس لازقه في اللينس. هو كان عنده اصلا الرابشر مخيط. طب الايريس ازاي يعني؟ ما ايوه ايه اللي ملزق؟ ايه اللي مطلع السنان دي كده؟ تمام. البيلر ايدج المفروض ايه؟ مدور معروف شكله راوندد يا دكتور. هو ده المنظر اللي بيسموه فستوند بيوبل؟ لا هوريك الفستوند دلوقتي، هوريهولك. تمام. طيب يا دكتور بعد اذنك، هو بس فين البيوبل في الصوره الثانيه؟ يعني ايه فين البيوبل؟ ايه ادي الايرس ايه؟ ادي البيوبل ايه؟ انت شايفه غط هنا كده منها وادي ايه؟ انا شايفه في لون اخضر، يعني فين البيوبل اللي هو لونه اسود ده؟ عشان العين عنده تروماتيك كاترك. ده تروماتيك كاترك. اوكي شكرا. طيب شايفين ايه في الصوره دي؟ عايزين حد دقيق الملاحظ. تيرو كروميا صح. واحد عنده عين ايه ناحيه مزرقه ومخضره شويه، والتاني ايه؟ والتاني يا بني. اوكي ده عنده حاجه اسمها تيرو كرومي. طيب ايه بقى الصوره الهبله دي؟ لور ليد كاليزي. سويلينج في اللور ليد، موستلي كاليزي.
طيب ايه دي؟ سوالين في السليفري جلاند. ليه؟ في اللاكرم جلاند. ماشي، اللاكرم جلاند بتبقى بتعمل حاجة لجوه شوية هنا، بتطلع في الليد، لكن دي هنا عند الحواجب. بص حواجبه. كده كونجنتال اسمها دي. اسمهاش عن الدرمويد سيست؟ نعم؟ هي مش موجودة في المنهج بس. طيب ماشي، مش موجودة خلاص ولا كأنك سمعتها. اوكي، دي اللي هي الموجودة اسمها درمويد سيست. مش مشكلة، سيبك منها. دكتور، الصورة اللي فاتت كان ليها اسم ولا بس سويرينج تحت الاي؟ لو الليزو. دكتور، هو احنا معلش في الصورة اللي قبلها ليه ما نقولش ليه ميوكوسيل؟ انا اول ما شفتها قلت عليها ميوكوسيل على فكرة، مش عارف دي؟ لا التانية، التانية، لا التانية دي؟ او لا، ما انت بص اللي بقى انت هنا اصلا. بص احنا فين؟ احنا فين اصلا؟ احنا في اللور ليد. ايوه احنا فين؟ في النص الليد التحتاني. يعني ادي الاوتر كانسس اهي، وادي الانر كانسس اهي. تمام. الانر كانسس فين؟ بعيد خالص اهي. اوكي ماشي، حاضر ماشي. في حاجه اسمها الميديال بالبيبرال ليجمنت او الميديال كانسل ليجمنت هنا، ده اللي معدي قدام اللاكرمال ساك. عشان تقولي حاجه اسمها ميكوسيل لازم تبقى في الاناتوميكال بوزيشن بتاع اللاكرمال ساك، اللي هو فين؟ اللي هو في هنا. تمام ماشي، بعيد خالص عن المكان اللي احنا بنتكلم فيه. ده اللي هو الكاليزون عادي. يعني الكلام ما بيجيبوش، بس حتى لما بيجي يعني اي كلام، يعني كلام فاضي. طيب شايفين ايه هنا؟ توزس ليفت توزس، هي عندها بايلاترال توزس، بس هو اكتر من ناحيه الايه الليفت سايد. انت اصلا بتعرف توزس ولا مش توزس ازاي؟ المفروض الليد بتكفر 4 ملم من الكورنيا تقريبا او حاجه. بتعمل اول حاجه اسمها حاجه اسمها المارجنال ريفلكس ديستنس. عارفين المارجنال ليفت سيستم؟ بتجيب مسطره تحط الصفر بتاعها عند الايه، عند الكورنيا لايت ريفلكس، ده اللمبه المنوره دي. اوكي، وتشوف الليد مارجن يبعد عنها قد ايه على المسطره. النورمال يعني في ان احنا الكوكيجن، ان احنا الجنس بتاعنا الكوكيجن حوالي 4 مل. اوكي، وطبعا في الفيميلز بتبقى ايه، اوسع شويه عن عن الميلز. وتشوف المسافه. طيب ما لو انا عايز اقيس المارجن ريفلكس ديستنس اقيسه ازاي هنا؟ يعني مثلا انا قست الناحيه دي، طلع المسافه بين الكون اللايت ريفلكس والمارجن، مارجن ريفلكس ديستنس 2 مللي. انا اقيسه ازاي لو حبيت اقيسه؟ بسيط، احط الصفر بتاع المسطره عند مين؟ عند الليد مارجن، وارفع الليد لغايه ما يظهر لي الايه؟ الكورنيا رايت ريفلكس، وقيس المسافه اللي بينهم. طلعت 2 مللي، هفرق ازاي بين ده مارجن ريفلكس ديستنس 2 وده بردك مارجن ريفلكس ديستنس 2؟ بالماينس؟ بالماينس. كلمه ماينس 2 معنى كده ان الليد هو اللي تحت الريفلكس ب 2 مللي. يعني الكلام ده كنا بنقوله لزمايلكم قبل كده عشان الايه؟ الليست ساينز، بس انتوا الحمد لله ما بقاش عندكم الكلام ده، فخلاص مش هيفرق معاكم قوي. اعرف بس خلاص ان في مارجن ريفلكس ديستنس هنا اقل من 4، فمعنى كده ان في توز، وهنا اصلا متغطي يبقى معنى في سيفير توز. طبعا كنا بنعمل حاجه ثانيه اسمها الايه، الليفيتور فانكشنز او الليفيتور اكزيكيوشنز. خلي عيني يبص لتحت، تحط صباع. وليه بخليه يبص لتحت؟ عشان ريلاكس كل الايه المسلز اللي بترفع الليد، وتحط صباعك فوق الايه، فوق الاي براو عشان تابولش الاكشن بتاع الفرونتالس، وتحط الصفر بتاع المسطره عند اللور ليد، عند الابر ليد مارجن وهو باصص لتحت، وبعد كده تقول له بص لفوق اخر حاجه هتقدر توصل لها، وتشوفوا ايه الليد اتحرك على المسطره قد ايه. نورمال طبعا لغايه ايه، اكتر من 15، لقيته من 10 ل 15 بتقول عليه جود، لقيته من 5 ل 10 بتقول عليه فير، لقيته اقل من 5 تقول عليه البور. بس زي ما بقول لكم الحاجات دي برضه خلاص ايه، ما دام ما عندكوش الاسيت ساين خلاص مش مشكله. طيب دكتور معلش،
كوزيز برضه ده بايلاترال كوز، ولو ركزت هتلاقي الايه رفع حواجبها لفوق شويه، بتحاول تشغل مين الفرنتاليس عشان ترفع بيها الحواجب بتاعتها. لو ركزتوا هتلاقي ان مفيش ايه ليد كريز، ابسنت ليد كريز، ابسنت ليد كريز ده ماشي مع مين؟ كونجنتال توسيس. فده بالنسبه لكم توسيس وخلاص. هنا بتحاول تبص لفوق بيوريك ان ايه بتستخدم الرينكلينج زي في السكن بتاع الفرونتاليس، مع انها بتحاول تشغل الفرونتاليس ماسل اكتر. طيب بص على الصوره دي، عندي ايه ليفت توز تقريبا، ليفت توز جميل، مارجن ريفلكس ديستنس بتاع يعني مل. مجرد ما قلت لها افتحي بقك بص التوزيس حصل فيه، التوزيس اتعدل وبقت عينها زيها زي التانية بالظبط. دي حاجة اسمها ايه؟ اسمها جو وينكينج او ماركس جان. ده بيبقى عندهم حاجة اسمها كونجينيتال ميس انيرفيشن، بدل ما يوصل للفيتر ماسل من الاوكيلوموتر نيرف وصل لها من مين؟ من التراجمينال نيرف اللي هو بتاع العصب الخامس، اللي هو بتاع ليه التريجويدز بتاع الماسيتر وبتاع الحاجات الماستيكيشن. فزي ما تقول كده السلوك ضربة عندها، بدل ما وصل لها من السيرد كرينيال نيرف وصل لها من الايه الفيفث كرينيال نيرف، فبقت تشتغل مع الماسلز اوف ماستيكيشن. فدي بيسموها جوينكينج او ماركس جان. ما اظنش انها عليكم يعني، كان زمان 5-6 سنين كده في المنهج القديم كانت موجوده عليهم، اكيد انتوا اتشالت صح دكتور؟ احنا علينا الماركس جان بيوبل، انا بقول لك غالبا اتشالت عليك. طب هو هو ده ليه علاقه بالماركس جان بيوبل ولا الماركس جان بيبقى في ماركس جان جوينكينج؟ ماركس جان جوينكينج، ماركس وجان دول اتنين اسماء علماء كانوا مع بعض، ما عملوا حاجات كتير وسموها باسمهم، فاهم ازاي؟ لكن دي اسمها ماركس جان جو وينكينج. تمام، مش عليك خلاص يعني، الحاجة اللي مش عليكم يا جماعة ولا كأنكم سمعتوها، ده انا بدردش معاكم يعني. طيب ايه شايفين ايه؟ اكتروبيوم، اكتروبيوم ده انت شايف ظهر الليد ده، ليد مقلوب لورا، انت شايف ظهره ده عنده اكتروبيوم. شايف هنا ده عيل صغير على فكره يا جماعه، ميوكوسيت صغير مولود. الدكتور بقى اللي كان بتسال، ايوه نزل لك لما تكتب استراكشن، عمل له ميوكوسيل، ده مش ميوكو، ده انت شايف شايفها حمرا ملتهبة ازاي وعاملة بوينتي، عاملة رصة دي، ده عاملة بوينتي. اسمه ايه بقى؟ بايوسيل، يعني اسمها احنا بنسميها اسم كده اسهل من كل بس ايوه كده اكيد، داكروسيستايتس، داكروسيستايتس اوكي، داكروسيستايتس دي كونجينيتال عشان هي عيل صغير، هو اللي عنده كونجينيتال نزل لك من دكت اوبستراكشن. الصوره دي بتيجي يعني الدكتوس ستاتس بتيجي يا شباب، ها والكتروبيوم بيجي، الحاجات اللي احنا التوزيس بيجي بس يعني من غير الجونت ما بيجيش طبعا، التوزيس بيجي بس. طيب ايه ده بتيجي برضه، خلي بالك الصوره دي بروكتوزيس وليتراكشن بالظبط، غالبا بتاع ايه؟ ثايرويد توكسيكوز بالظبط، ثايرويد اوف سنموبس، ثايرويد توكسيكوز. الصوره دي بتيجي ده جفن ومقلوب، ده جفن انا قلب كابل ستون، ايوه كابل ستون اهو ابييرنس اهو، ده بتاع ايه بقى؟ سترينك اوف سترينك اوكي.
الصورة دي مش صعبة عليكم بس أنا أقولها لكم. ده الفورن ده أنا مركز على الفورنكس اللور فورنكس يعني ده اللور ليد وأنا شده كده. بص لما شديت اللور ليد لقيت إيه؟ لقيت في أدهيجنز ملزقة في بعض. سمبليفر؟ أيوة سمبليفر ده السمبليفر معناها الكونجكتيفا ملزقة في بعض. خلاص؟ ده بيسموه بوستيريور سمبليفر. شايف ده بقى؟ طب هو الانتيريور سمبليفرون ده بيبقى فين يا دكتور؟ هو اللي انت شايفه حالا ده اللي انت شايفه قدامك. الانتيريور سمبليفرون هو بيبقى ماسك في الكورني. تمام. الليد لازق في الكورني. لكن ده بص عامل ازاي؟ ما يتقالش عليه سودو تريجيم. سيبك من سودو تريجيم دي الكلمه احنا بطلناها من زمان قوي. هو اسمه سمبليفر ايه؟ لكن ده اسمه بوستيريور يعني كونجكتيفا ملزقه في بعضيها. لكن الانتيريور سمبليفرون الليد هو اللازق في الكورنيا. مش هعلكوا قوي السمبليفرون يعني رخم اصلا. وده بيبقى بوزيتيف هوك تيست برضو صح؟ نعم بيبقى بوزيتيف هوك تيست. يا ابني سيبك من الكلام ده احنا بطلناه من زمان. كلام انا كنت بدرسه في سنه رابعه الكلام اللي انت بتقوله. وما شفت اشتغلت اهو اكتشفت ان هو كلام هوكس يعني. البتاع دي مشهورة او بنشوفها كتير وبنشوفها في مثلا ايه؟ بنجويكلا؟ لا مش تريج مش تريج دي بنجويكلا لونها اصفر اهو وفيري انوسنت ملاش اي مشاكل ولا ليها. قلت لها يا دكتورة علي صوتك بنجويكلا دي بينجويك. طب تقريبا هي مش عندنا يعني احنا منين يعني مش عليكم البنجويكلا. تمام مش مشكله خلاص مش عليكم ولا كانك سمعت. خلاص يعني دي حته صفراء كده بتلاقيها جنب جنب الليمبس. وعلى فكره موجوده عند ناس كتيره يعني انتوا لو دورتوا مثلا في اهاليك ولا بتاع مثلا ايه خاصه في ناس محمد رمضان تقريبا في حته فيها شمس كده موجود عندهم كتير قوي الموضوع البنجويكلا ملهاش اي مشاكل خالص. ايه رايك في دي التريجيم؟ التريجيم ده التريجيم الدكتوره اللي كانت بتقول تريجيم هو ده التريجيم يا دكتور. ادي كونجكتيف كونجكتيف سرحه فوق الكورني يعني دي ما فيش اي حاجه سرحه فوق ادي الليمبس اهو وبتاع ما فيش اي مشاكل خالص. لكن بقى بص دي سوري بص دي كده من النزل ساي كونجكتيف سرحه فوق الايه فوق الكورني هو ده بقى التريجن. التريجن بيجي يا جماعه في الامتحان. هو ايه الفرق كده بين السمبليفرون والتريجن؟ التريجن لازم ليه مكان. مكان ثابت هو فين؟ موصل في النزل سايد قليل قوي 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 اما نلاقي حاجه اسمها تمبرال تريجن. يبقى في الهوريزونتال ميريدين زي ما انت شايفاه كده في النزل سايد. السمبليفرون في اي مكان. يعني بص السمبليفرون عشان ما تلخبطيش. شوفي بقى ده جايب التريجن عمره ما يبقى كده. ده جايب من نص الساعة من هنا لفف لغاية هنا مفيش تريجن في الدنيا كده. تريجن بقول لك بيبقى فين؟ في النزل سايد بس هياخد بس لغاية هنا كده الحتة دي. لكن ايه كل ده؟ ده عمره ما يبقى عمره ما يبقى تريجن كده. هو ده الفرق الوحيد المكان يعني؟ المكان طبعا ده اساس والشكل كمان الشكل مهم جدا يعني التاني بص بيبقى شكله مثلث كده ازاي اوريك ثواني شايف شكله عامل ازاي ده مثلث اهو ليه هيد وليه بادي خلاص ليه هيد وليه بادي وبيبقى سارح فوق الايه فوق الكونجكتيفا كده سارح فوق الليمبس وداخل على الكورني اوكي فيعني بيبقى واضح جدا هو ما فيش حاجه بتلخبط مع التريج. التاني بقى التاني منعكش اصلا بيبقى منظره بص ما تقدرش ترسمه بص عامل ازاي الريجولر اصلا وعامل زي بيلزق في المكان اللي هو عايز يلزق فيه ما فيش اي وجه مشابهه بينهم يعني مش عشان الكونجكتيف طالع فوق الكورني خلاص هتبقى تريج لا طبعا يعني دي ملهاش اي
ملهاش اي شكل ولا ليها حاجه محدده، الثاني لا، الثاني محدد في شكله ومحدد في مكانه ومحدد في كل حاجه. اوكي تريجن بيجي سمبليفر ما بيجيش، اسهل حاجه اهو تريجن بيجي سمبليفر ما بيجيش، يعني مش عليكم السمبليفر، بس انا قلت اوريه لكم كده عشان ايه، عشان انتوا الحاجات دي هتفيدكم وانتوا بتراجعوا في المذاكره تبقى متخيل الكلام. دي بقى بتيجي كتير 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 لغايه درجه ان مفيش امتحان ما بيجيبهاش. دندريتك ألسر بتاع الهربس سيمبلكس بالظبط، الهربس ايه فايروس دي الدندريتك ألسر بيبقى فيها نوبس كده، بيبقى فيها نوبس. طب ايه الاخضر اللي هو فيها دي؟ جلوسين، جلوسين ستين، دي ستين انا حاططها عشان تستين الايه الألسر. اقول لك التريتمنت اوف ذيس كونديشن انكلود اول اوف ذا فولوينج، تفتكروا مين اللي احنا عمرنا ما بنستخدمه فيها؟ ستيرويدز. ستيرويدز ار كونتر انديكيت ليه بقى؟ تعمل ليه؟ ريأكتيفيشن الفيروس؟ ايوه، تحول الفيروس الالسر دي تخليها تبقى عامله ازاي؟ توسع. يعني انتوا شايفين دي بص ايه رفيعه ازاي كده وبتاع جيوغرافيك. ايوه لو اديتها له بص بتوسع ازاي تبقى بالمنظر ده كده. يعني دي كانت اصلا دندريتك ألسر والعين خد استرويد بالغلط وبقت بص واسعه ازاي، بقت ايه اسمها جيوغرافيك ألسر، ودي الستين دي اسمها الفلوريسين ستين. طيب امال ايه الستين؟ على فكره دي دندريتك ألسر برضه بس واخده ستين كده اسمها ايه؟ روز بنجال. روز بنجال، روز بنجال ستين. اوكي طبعا التريتمنت بتاعه بتدي له ايه؟ توبيكال انتي فايرال ميديكيشن، بتدي انتي فايرال ميديكيشن. تدي بقى ميدرياتكس ولا مايوتكس؟ ده سؤال جالهم على فكره. مدرياتكس ولا مايوتكس؟ مدرياتكس. المايوتكس كونترا انديكيتد اصلا، المايوتكس كونترا انديكيتد في حالات ايه؟ اصل انت بتدي مدرياتكس ليه؟ ايه هدفك من مدرياتكس في اي كورنيا ألسر مش في الهيربيتك ألسر، في اي كورنيا ألسر؟ ليه؟ قلل الرياكشن والساينيكي تمام، وحاجه تاني وعشان البين اللي بالظبط السيلير سبازم، السيلير ماسل دي بيحصل فيها سبازم من الانفلاميشن، تعمل بين وتعمل صداع وتعمل كل الحاجات دي، فانت بتدي له المدرياتكس دي او اللي هي السايكلوبليجكس عشان تريلاكس الايه السيلير ماسل، مش بالعكس بقى تدي له مايوتكس تعمل سبازم اكتر في السيلير ماسل، فاهم ازاي؟ فهو الصح ان انت تدي له مدرياتكس. اوكي ده شكل عيان عنده ايه؟ هيربس زوستر. ده عنده هيربس زوستر، هيربس زوستر صح، واخده نص وشه بالظبط اهي. ايه فيزيكلز بس انت بتبص على فين؟ الدكتور لسه قايلها كده، بص على التيب اوف ذا نوز والسايد بتاع النوز اسمها هاتشينسون ساين. اشمعنى بقى يعني هي دي الساين الوحيده اللي بدور عليها؟ يعني هتفرق معايا ان هو واخد مناخيره ارنبه مناخيره ولا طرف مناخيره؟ هتفرق معايا في ايه؟ ايه فيكشن اوف ذا نيزو سيلير نيرف بالظبط، ان الحته دي واخده من النيزو سيلير نيرف، والنيزو سيلير نيرف هو نفس النيرف اللي بيدي الكورني. النيزو سيلير ده برانش اصلا من الاوفسالميك نيرف، هو نفس النيرف اللي بيدي الكورنيا، فانت لما تلاقي النيزو سيلير افكتد معنى كده ان احتمال تلاقي ليه الكورنيا افكت. حتى انت لو دكتور بتاع بطن عامه بتاع جلديه بتاع اي حاجه لقيت العيان عنده هيربس زوستر واخد طرف مناخيره، تقول له روح اكشف عند دكتور رمل عشان تاكد انت عندك ألسر ولا ما عندكش. هو ده الهدف من الايه هاتشينسون ساين. وبينفولف الاي موفمنت، بيبقى فيه برضه صعوبه في حركه العين شويه. ده لو افكت الكرينيال نيرفز، ما هو احيانا بيافكت اذر كرينيال نيرفز، بس هو يعني في الهاتشينسون ساين بيبقى فيه صعوبه في الاي موفمنت برضه. سمعت؟ معلش اوضح صوتك شويه.
في الهاتشنسون ساين بيبقى فيه صعوبه في الاي موفمنت برضو صح؟ يعني دي بتنديكيت ان عنده مشكله في الاي موفمنت. لا الاي موفمنت ده العصب الثالث والرابع والسادس 3 و4 و6 ما لهمش دعوه بالنيزوسيلياري، ما لهمش دعوه بالوفسالمك. الوفسالمك ده سنسوري نيرف مش موتور نيرف. تمام. انت حته اللي هي الموفمنت اللي بتتكلم عليها ان الهربس زوستر may affect other cranial nerves حاجه ثانيه، لكن مش سنسوري ساين معناه انه عنده مشكله في الموتيليتي. لا ده اصلا سنسوري نيرف ملوش علاقه بالموتيليتي. طيب الساين دي بقى بتيجي كتير مشهور قوي. مانسون ساين اسمها ليه؟ مانسون ساين. مانسون ساين ده انت بتخلي العيان يبص لتحت تلاقي الليد حصل فيه انجوليشن كده. ليه حصل فيه انجوليشن؟ عشان ايه؟ كونينج اوف ذا كورني. عشان الكورنيا اصلا عامله زي الكون كونيكال ان شيب. دي بمعنى العين عنده ايه؟ عنده كيراتو كونس. يبقى مانسون ساين اوف الكيراتو كونس. سيبكم من دي. طيب دي كورنيا انا مركز عليها، دي كورنيا انا مركز عليها فيها الخطوط اللي بتطول دي فوكتس ترايا. هي دي شكل الفوكتس ترايا، شايفين دي الفوكتس ترايا بتاع عيان عنده كراتوكونس. اما ركزت على الكورنيا لقيت فيها ليه؟ لقيت فيها المنظر اللي هي الخطوط اللي بتطول دي. هي بقى الفوكتس ترايا دي عباره عن ايه؟ خطوط فين؟ في الديسك. خطوط فين؟ في الديسمنت ميمبرين. في حاجه كاركترستيك قوي جميله جدا لدرجه انت تقعد تدور عليها في العين الكراتوكونس عشان تشوفها. عارفين ايه هي؟ ان انت تدوس على عينه من فوق على الليد كده تدوس عليه هتلاقي الخطوط دي بتختفي. يبقى الخطوط دي بتختفي اما انت بتدوس على الايه؟ على الاي ليد بتاع العيان. هي بالظبط انت عارف هي كانك جبت حته قماشه مسكتها بايدك الاثنين وشدتها قوي ما بين ايدك الاثنين هتلاقي اللي حصل فيها ايه؟ هتلاقي حصل فيها خطوط كده بالطول. يعني اي حد كده يجيب اي قماشه جنبه يروح ايه شددها جامد كده بايده الاثنين يبعدهم عن بعض هتلاقي القماشه حصل فيها ايه خطوط بالطول، يعني فيها ستريتش. طب انت بس لو قربت ايدك الاثنين من بعض الخطوط دي هتحصل فيها ايه؟ هتروح. هي نفس الفكره بتاعت اللي هي الفوكت سترايك. يعني الفوكت سترايك قليل قوي ان هي تيجي خلاص، بس هي اللي بتيجي اكتر المانسون ساين. فانت ممكن اصلا اجيب لك ايه مثلا ايه ذيس ديزيز مثلا هاز، يعني انت اجيب لك صوره المانسون ساين اللي بتاعت الكراتوكون واقول لك الديزيز هاز اذر ساينز انكلود اول اوف ذا فولو ومنهم الفوكت سترايا. فاهم ازاي؟ يعني ممكن ادخلك الساينز في بعض. السؤال ممكن يجي العب بيك زي ما انا عايز في السؤال. يعني انا جبت لك الصوره دي خلاص انا عرفتك بتتكلم عن كراتوكونس، ابدا اسالك بقى عن كراتوكونس ايه في النظر عن اذر ساينز والكلام ده. طيب ايه الصوره دي بقى؟ الصوره دي بص ادي البيوبل ادي الايرس وادي البيوبل دايليتد. اويل دروب من الايفين. تقول ايه؟ اويل دروب بتاع كراتوكونس باراسنتيك. لا مش كراتوكونس، انا مش دي مش كراتوكونس. انا عنده كاتارك ايه؟ مورجاجنيان. انت عايز تقول حاجه؟ مورجاجنيان. مورجاجنيان كاتارك. مورجاجنيان ده عباره عن ايه؟ عيان عنده توتال لينس اوباستي ماتيور كاتارك بعد كده بقت هايبر ماتيور بعد كده كورتكس بقت لوكوفايل. الكورتكس لما بقت عامله زي الميه لكن ايه النيوكلاس ما بتبقاش لوكوفايل، بتبقى عامله زي الزلط. فانت اللينس كلها بقت معبيه ميه من جوه لوكوفايل كورتكس. طب والزلط دي هتروح فين؟ تسقط لتحت، تقع لتحت سينك داون. وهي دي اللي انت شايفها ليه البني دي تبقى فيري هارد نيوكلاس وبقيه الكورتكس كلها ايه؟ ليكوفايل. هو الطبيعي ان النيوكلاس بتبقى في نص الايه؟ بتبقى موجوده في نص اللينس. اللي مخلي بقى النيوكلاس تسنك داون وورد كده ان بقيه الكورتكس بقت ليكوفايل. فده المورجاجنيان كاتر. مورجاجنيان كاتر. جات قبل كده مره تقريبا. هو احنا علينا نديفرنشيت ما بين انواع الكاتركت، صح يا دكتور؟
الهايبر ماتيور والماتيور والمورجانيال والانتيومسنس والحاجات دي. لا في الصور صعب، الصور صعب جدا. لكن دي حاجه فيها ساين واضحه ان هي اللي النيوكليس سقط لتحت. تمام. يعني دي ساين بتاعتها واضحه. لكن لا يعني يعني مثلا دي انتيومسنس كاتر، تقول لي عرفتها منين انتيومسنس؟ من الجليسين كبسول، الكبسول بتاعتها جليسين. بس انا لو شفتها مش شرط يعني احس انها جليسين، اقول عليها توتال لينس وبس توز يعني ماتيور يعني مش شرط يعني. صعب قوي ان انا اجيب لك حاجه زي دي. وخلي بالك الصور المطبوعه غير الصور اللي انت شايفها على الكمبيوتر بتفرق الحاجه. يعني انت جليسين شايفها دلوقتي جليسين، لو طبعتها لك مش هتبقى جليسين. فصعب انا اجيب لك حاجه زي كده، لكن بتبقى حاجه واضحه زي ليه النيوكليس ايه وقع لتحت بتاع مورجاجنن. دي اللي سهل ان انت تعرفها. شايفين ايه هنا؟ ستوند بيوبل. مش في ستوند دي عامله زي الفستان، عارفين الفستان، فستان العروسه اللي بنفوق في بتاع ده دوبك بوينت واحده في ساينيك ناحيه واحده بس، ودي حته ايه انتيريور سب كابسولا كاتر. فدي هي بس ايه بوستير ساينيكيا واحده وحدايه وحدايه ساينيك. بص بقى الفستوند اللي بتدور عليها شايفها عامله ازاي، هي دي الفستوند بيوب. ادي ساينيكيا ادي ساينيكيا ادي ساينيكيا ادي ساينيكيا، وبينهم الديو البيوبل بتبقى دايلف، تحس انها عامله زي ايه شكل الفستان. دكتور قال لي قبلها كانت انتيريور سب كابسولار كاتركت. انا بقول لك بقى فاكر اول صوره خالص عرضناها بتاعت السليت لام، احنا بنعرف بالسليت يعني انت كده دايركتلي مش هتقدر تعرف، تقول ده انتير واحد يقول لي انتير كورتيك انتير ساب كابسول براحتك. لكن انا اعرف ازاي الليفل بتاع الاوباستي من السليت لام ايه، انا جايبها اصلا مش عشان الكاتر، انا جايبها لك بس عشان تشوف الايه شكل السينيكيا الواحده بس، وده شكل الايه الفستون دو بيوبل بتاعت البستيو السينيكي. طيب الصوره دي بتيجي بقى يعني دي مش واضحه قوي بس بتيجي يعني، خلينا نشوف شايف ايه. ايبوبيون، ايبوبيون بيجي كتير جدا، ايبوبيون وايفيما بيجوا كتير يا شباب في ليفل تحت اهو، ده كل الاصفر ده ايبوبيون. دي انتيريور تشامبر يا ويل زي اللي احنا شفناهم في الاول. الصوره اللي كنت بقول لكم عليها الخطوط السوداء دي يا جماعه، ها دي رموش العيان، رموشه طويله بس فطلعت في التصوير، انسى الخطوط السوداء دي. ادي اللمبس اهو، وادي البيوبل، وده منظر ده منظر السبلكسيشن بتاع اللينس، ده منظر اللينس سبلكسيشن. مش زي اللي احنا شفناها السان سيت اللي نازله تحت خالص، لا ده هو ده منظر اللينس اللي ايه السبلكسيتد شويه. تمام كده يا شباب؟ دي حاجه اسمها انتير لونتوكونس، لا فككم منها صعبه. دي انجل، عارفين الانجل بتاع الانتير تشامبر؟ عارفين الانجل يا شباب؟ ايوه جونيوسكوبي. لان بنستخدم حاجه اللي هي اسمها اللي ايه جولدمان 3 ميرور، بنستخدم الزايس لينسز اللي اسمها جونيوسكوب. عارفين الجونيوسكوب بتاع الجلوكوما بتاع الفيجواليزيشن اوف ذا انجل؟ اه يا دكتور عارفين. هي دي بقى، اما انت بتبص بقى على الانجل بتشوف الاستراكشرز دي. لو ركزتوا الخط الاصفر اللي هو السهم الاصفر ده خط ابيض كده، شوالبس لاين، ده شوالبي لاين. بعد كده هتلاقي في باند كده ايه، هي ظاهرة لك ده محمره شويه بس هي داركر شويه يعني دي الترابيكيا المشو. بعديها هتلاقي خط مبيض كده، ده مين؟ ده سكليرا. طب وبعد كده في باند لونها ايه رمادي شويه كده، سيلياري باند. سيلياري ايه؟ سيلياري باند. طب وايه الايرس اللي طالع فيها حاجات طالعه كده بروسيسز من الايرس، اسمها ايرس بروسيس. خلاص انا هنا شايف الايه الانجل ستراكشرز، اقدر اقول عليها اوبن انجل، اقول عليها اوبن انجل. اوكي اكيد لو حطيت الايه المرايه وبصيت ما لقيتش اي انجل ستراكشر، ده الايرس كونفكس كده وقافله قافله السكه،
دي تلع على دي كلوز انجل، فدي كانت الاوبن انجل. انا شايف الاستراكشرز بتاعت الانجل، لكن دي انا مش شايف اي انجل استراكشرز هقول عليها ايه كلوز انجل. دي المرايه، دي الميرور اللي انا حاططها جولدمان عشان اعرف اشوف بيها الايه الانجل. انا هنا مش شايف انجل استراكشر فدي تقلع عليها كلوز انجل. انت لو جات لكم انجل ده قليل جدا يعني بتيجي اوبن انجل، كلوز انجل صعبه لانك مش شايف اصلا فيها حاجه. هاي الصور دي بتيجي بقى كتير، بتيجي كتير قوي يا جماعه الصوره دي. كومنت سكابين ادي اوبتيك ديسك اهو، خلاص شايفين ان في نيزل شفت اوف البلاد فيسلز، وفي البايونيتنج بتاع البلاد فيسل اللي هو في دبل انجيوليشن في البلاد فيسل اهو. واهم ساين اللي انت شايفها اوبن انجل بالكوما. نعم براي هاي اوبن انجل بالكوما. لا ثواني بقى، ثواني معلش، انا هنا اقدر اقول لك ان ده اقدر اقول لك ان دي جلوكوما، لكن اوبن انجل ولا كلوز ده انجل ما اقدرش اقولها من الاوبتيك ديسك. اوبن انجل ولا كلوز انجل اشوفها من الايه الانجل دي الصور دي، هي دي اللي اقول لك اوبن ولا كلوز. لكن اللي هو اجيب لك ديسك زي ده كده ما تقدريش تقولي لي اوبن انجل ولا لا، ده اسمه جلوكوما دسكابي، سواء بقى كان او اوبن او كلوز ده مش عمرك ما هتعرفيها من الديسك. هنا بشايفه ايه؟ شايفه الخرام اللي في الديسك دي اللامينا كريبروزا اسمها اللامينا دوت ساين، اللامينا دوت ساين او اللي هنا ايه كريبروفورم بليت. شوف الايه الفرامنه بتاعته اللي كان معدي منها الجانجلين سيل اللي هو الاكسونز بتاعت الجانجلين سيلز كان متعدي منها، وعشان حصل لها ديجنريشن بقت سايبها الخرام دي بتاعها اللي انت شايفها. فده اسمه جلوكومتس كابين، اسمه جلوكومتس ايه كابين، لكن ما تقدرش تقول اوبن ولا كلوز انجل من الديسك. فانا يا جماعه بنفرق ما بينه وما بين الجلوكومتس اتروفي ازاي؟ جلوكومتس اتروفي ده ادفانسد ستيج من الجلوكومتس كابين، ما بتلاقيش بقى اوبتيك ديسك ريم، ما بتلاقيش نيورو ريتنا الريم الاحمر ده اللي هو بيبقى بيه نيورو ريتنا الريم ده ما يبقاش موجود، بتلاقي الديسك كله بقى قبض زي ده كده، فاهم ازاي؟ ما بيبقاش فيه ريم خالص. كلمه جلوكومتس اوبتيك اتروفي ده ادفانسد ستيج من الجلوكومتس، يعني عيان الجلوكومتس كابين او الجلوكوما بيمشي كابين 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 وكاب بيبدا يوسع، السي دي ريشيو دي بتبدا توسع تبقى نورمال 0.3 تبدا توسع 0.5 0.7 0.9 لغايه اما يبقى 1، مفيش ريم خالص، ساعتها تقول عليه جلوكوماتس اوبتيك اتروف. اوكي واضح الكلام ده يا جماعه؟ وبتتسمى ابسوليوت جلوكوما طالما عملت اوبتيك اتروفي صح؟ بص المسميات بقى ابسوليوت بقى والكلاسل، ابسوليوت جلوكوما معناه ان عينه بيقل، فيعني ما تدخلش نفسك في تسميات، بس كل تسميه والكلينيكال فيها تسميات كتيره. انت هنا من الصوره يا دوبك هتقول ان ده ايه جلوكوماتس كابين بس كده. تمام طيب الصورة دي هاي فيما الصورة دي اوفتالموس تامس صح، كنت شايف الجلوكوما عينه كبيرة هي كده وفيها اوباسيفيكيشن في القرنية، ده اسمه يعني انت اصلا الاي بي طبعا اسمها الايه الكورنيال دايمتر. الكورنيال دايمتر بتاعهم بيبقى اكتر من 13 اكتر من النورمال يعني، فده بيقول لك ان ايه ان عنده جلوكوما زي ما انتم شايفين كده، بيبقى الكورنيا بدات تبقى سيفاي اصلا تبقى سيفاي. دكتور معلش بعد اذنك، هو بالنسبه للارقام يعني هو انا حاسه ان المنهج مليان ارقام كتير قوي، فانا احفظها يعني وبتيجي ولا ايه؟ ايوه الارقام اللي عندك في الكتاب، كتاب الاسم ده هو اللي ايه هو اللي بيجي منه الامتحان يعني، انا اقعد اقول ارقام براحتي من هنا للصبح مش هتفرق معاك، كانت الارقام اللي هتبقى مطالبه انت بيها اللي عندك في كتاب الاسم. لا طبعا الارقام اكيد ده هي دي لعبه الام سي كيو، انت امتحاناتكم كلها ام سي كيو اصلا، فتركزي شويه في الارقام. يمكن الدوزس بتاعت الادويه يعني مش عليكي قوي يعني، لكن الارقام اللي هي
الكورنيال ديامتر قد ايه وبيغطي قد ايه مثلا الابر ليد من الكورنيا. لا الارقام دي مهمه شويه. اوكي طيب شايفين هنا يا جماعه دي ايريس اهي ودي البيوبل البتاع دي هيريدوتومي بالظبط هي دي بتاعت الليزر هي دي الخرم الثانيه قلنا مثلث الثانيه بتبقى مثلثه لكن دي بتبقى شكلها ايه خرم كده هو ده المثلثه دي بتبقى ايريدكتومي صح ايريدكتومي لكن اوتومي ده اللي هي الخرم بالظبط تمام اللي معموله بقى هي ليزر قلنا اسمه ايه ارجو ياج ليزر ياج ليزر دكتور ممكن حضرتك معلش تقولي الفرق ما بينهم تاني الفرق بين ايه ايريدوتومي ايريدكتومي ايوه الايريدكتومي دي سيرجيكال ايريدكتومي دي سيرجيكال بيبقى شكلها مثلث اللي احنا زي اللي احنا وريناه في اول السلايدز في الاول خلاص ايريدكتومي تبقى سيرجيك مثلث لكن الايريدوتومي زي ما انت شايفاها كده ايه مدوره كده او سليت شويه كده تمام دي معموله بالليزر اسمها ياج ليزر ده شكل عيان عامل ايه انجلوكوما عمل ساب سكيلر تربيكتومي وده شكل البليب ده شكل الايه الفلتريشن بليب دكتور هو انا معلش عندي سؤال هو في التربيكتومي بنعمل ايريدوتومي ولا ايريدكتومي ايريدكتومي مادام سيرجيكال يبقى ايريدكتومي ايه اي حاجه سيرجيكال في الايرس اسمها ايريدكتومي اوتومي دي ليزر فده عيان قلنا عامل سابسكيلير تربيكليكتومي وعنده بليب ده شكل الايه البليب اللي هي بتبقى في السابسكيلير تربيكليكتومي بس هي داخله ليه يا دكتور على البيوبل كده يعني مش مفروض ان هي تبقى على البيوبل ده اللمبس اهو هي معديه اوفر هانجنج شويه على الكورنيا اوكي ديفيوز بزياده اوفر فلترنج شويه شايفين هنا ايبوبيوم بلس ايبوبيوم ده مهم بتيجي كتير الايبوبيوم وكونجنكتيفال انجكشن مش ما كل دي الساينز بتاعت الانفكشن وفيها معلش دكتور تاني الصوره اللي ورا ده اصلا فيها عيان عامل فيها روبيوز ثايريدس ثواني اقول لك حاجه ده كان اصلا عيان عامل ترابيكليكتومي من الاصل حصل في حاجه اسمها بليبايتس انفكشن في المكان اللي ايه البليب وعمل له الاندو في سانمايت ايه عنده شويه اي دايليتد ايرس فيسل عايز تقول روبيوس ماشي بس انت الساين الواضحه قوي هنا اللي جايبها لكم انتوا مين هي الهايبوب دكتور معلش هو الهايبوب لما يجي يسالنا عليها هتبقى هيسالنا على ايه يعني هل هي اندو سانمايت ولا ريد سايكلايتس ولا هيسالنا على ايه يعني فيها بص الصوره دي كده شايف ايه هنا هايبوب بس العين كويت شويه مش العين مش حمراء قوي زي بتاعت الاندو ده عين اصلا بيهشت بس انت طبعا عمرك ما هتعرف انت الهايبوبيوم ممكن يبقى ستيرايل اللي هو الانفلامات الهايبوبيوم بتاع ايريدوسايكلايتس وممكن يبقى انفكشوس بتاع كورنيال ابسس بتاع اندوفسالمايتس فالهايبوبيوم ممكن يبقى ستيرايل وممكن يبقى ايه انفكشوس اوكي والزوم هيفصل دلوقتي يا شباب وما يفصل دكتور ممكن تعمل ميوت اول بس عشان اللي ممكن مش واخد انا عايزكم معايا ما انا عايز انتراكشن ميوت اول واحنا نعمل ام ميوت لما نيجي نتكلم مع حضرتك طيب ماشي بس عشان استني استني يا بنت نجيب لك كده ده اللي من 2014 هم ليه بس من 2014 ده كانوا بيسفعني
طيب يا دكتور الكيس لما هجيب لي هايبوبين هجيب لي فوق الصورة بتاعتها الكيس دي عبارة عن ايه؟ سواء ايريوسايكلايتس ولا اندوفثالمايتس؟ اه بالظبط تمام. يعني هيقول لك طبعا ما مش هي يعني هو بص اصل انت بيجي لك اصلا ام سي كيو فبيجي لك يقول لك ايه مثلا جاب لك الساين بتاعت الهايبوبين دي ترو فورس السنه دي قال هيجي ترو فورس تقريبا اي حاجه سواء ترو فورس او اي حاجه من دول فهم في كل الاحوال هيحدد لك انت عايز ايه بالظبط منك مش هيسيبك كده عايم لا عايم دي صعبه قوي اصل انت هايبوبين ده ساين مش دايجنوز ساين بتاع لوتس اوف ديزيز. طيب الصوره دي ادي كورنيا بالزيت لم وفيها ايه الحاجات اللي على ظهر الكورنيا دي وليها اسوبس كيبيز انهي نوع بقى من الكيبيز اللي اسمها ماتون فات ماتون فات ماتون فات لا هي جريزي كيبيز كده عامله زي حته الدهن كده على ظهر الايه الكورنيا دي بتحصل في حالات ايه بتحصل في حالات ايه يا شباب ايريدو سايكلايتس ايوه انهي نوع اللي بتبقى جرانيولوماتس الكيبيز الماتون فات كيبيز بتحصل في الجرانيولوماتس يوفيتس في جرانيوميتس يوفيتس هي بتحصل الايه الماتون فات كيبيز تمام قلنا ده هايبوبيون اهو وتروبيوزس نفس الكلام. طيب الصوره دي ايه بقى ما رب خلص يا شباب ما تلو الصوره دي عباره عن ايه صوره باتن جميل في ايه بقى ايه اللي احنا شايفينه فيها ده كله وحصل سيباريشن ولا ليه؟ عارفين العيانين اللي هم الهاي مايوبس يبقى عندهم حاجه اسمها ايه كوريونيتال ديجنريشنز كوريونيتال ديجنريشن تعرفين الابيض اللي انتوا شايفينه ده ايه ده السكلير يعني انت عندك حصل ديجنريشن في الريتنا وحصل ديجنريشن في الكورويد والار بي اي كل حاجه لدرجه ان انت بقيت شايف السكليره دي السكلير انت شايف كده السكلير ديجنريتد ريتنا وكورويد والسكليره هي اللي انت شايفها دي من ضمن الساينز بتاع الايه المايوبيك فاندس بيبقى عندهم ايه تاني المايوبيك فاندس دكتور هي دي ليفت اي واللي على الشمال خالص ده هو الاوبتيك ديسك طب عشان ما نتلخبطش خلينا نكمل وارجع لك السؤال ده في الاخر خلاص انت شايفين ايه دلوقتي يا جماعه في الايه في الايه ايه قلنا اذر ساينز بتاعت المايوبيك فاندس جرويد فاندس جرويد يعني انت شايفين ايه الخطوط اللي انا بشاور عليها دي ماشي بيها ايه الخطوط دي جرويد الفيسلز جرويد الفيسلز صح وده الطبيعي ان انا اشوفها كده واضحه قوي الجرويد الفيسل فاكرين النورمال فاندس اللي وريته لكم في الاول كانت الجرويد الفيسلز واضحه كده ما كانتش واضحه امال هنا واضحه ليه بقى عشان هنا بيحصل اتروفي في الايه في الار بي اي في الريتال بيجمنت ابيسيليوم بتاع الناس اللي هم الايه المايوبس فتقدر تشوف الكورويد من تحتيه فانت هنا شايف اللارج كورويدال فيسل طب اللارج كورويدال فيسلز الخطوط وفي شويه بيجمنتس ان بتوين ده اللي بيسموه ايه تجرويد اللي هو عامل زي النمر المخطط وفيه نقط هو نفس الايه الفكره يعني ان في خطوط ونقط كانه تجرويد فاندس يبقى ده تجرويد اوكي مش ممكن تلخبط مع ريتينايتس بيجمنتوزا صح يعني بتيجي بالشكل ده على طول ريتينايتس احنا شفناها بتاع بيجمنتس بونيس بيكيوز خطوط برانشد لا حاجه ثانيه دي بيجمنتس لا دي حاجه غير دي ايه تاني في التجرويد فاندس ايه تاني في المايوبيك فاندس اصلا الديسك بيبقى ايه الاوبتيك ديسك بيبقى ايه تلتد الديسك بيبقى في حاجه اسمها ايه جنبه هنا كريسنت تمبورال كريسنت هذه الماكلة اللي هي في التمبورال سايد يبقى ده اسمه تمبورال ايه كريسنت طب وبقيه الديسك بيبقى فيه حواليه حتت ايه اتروفيك اللي هو البيربيلاري اتروفيك بيبقى برضك الناس المايوبس بيبقى عندهم حته في
نص الماكلة كده اسمها ايه؟ سبوت كده اسمها ايه؟ استافيلوما. عندهم بستير استافيلوما صح، بس مش دي السبوت اللي بقول عليه. سمعنا حاجة اسمها فيوخس سبوت؟ ايه؟ فيوخس سبوت لا اريا وفيه بيجمنتيشن وهيموريج حصلت في ال في منطقة الايه؟ الماكل. يعني مش مكتوبة برضه دكتور. نعم؟ مش مكتوبة عندنا. مش مكتوبة الفيوخس سبوت دي؟ نعم. يا راجل. طيب ماشي يعني مش مشكلة. هو انا اساسا اللي انت هتشوفه اصلا في الفندس ده ده اسمه ايه لو جبته لك؟ مايوبك فندس. بصرف النظر عرفت الاسبوت ما عرفتهاش مش قصة، انا بس ايه بقول لك الحاجات اللي واضحة قدامنا في الفندس ده. فده مايوبك ايه فندس اللي هو الهاي مايوبيا. اوكي الدكتور اللي كان بيسأل بقى تعرف رايت ولا ارجع لل فندس بيكتشر الاولانيه اللي هي النورمال. دكتور هو يكون في ريفيجن زي دي تاني ولا لا هي دي بس؟ ريفيجن تاني ايه؟ زي كده عملي يعني وكده. بصوا انا 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 مش الريفيجن دي انا عملتها عشان كنتوا انتوا اللي طلبتوها، انا مش بتكليف من الاسم يعني ولا حاجه. انا عملتها انتوا طلبتوا الريفيجن بس فانا عملتها لكم بس. بص يا شباب يعني حته انت تعرف رايت ولا ليفت ديسك دي مش هي مش مهمه بالنسبه لك، هي مش مهمه. ودكتور دلوقتي بيسال ازاي تعرف ان الفاندس ده رايت ولا ليفت. احنا بكل بساطه اللي احنا بنستخدمه وبنشتغل بيه على طول في الصور يعني بتشوف نفسك ادي الديسك اهو ناحيه ايدك اليمين ولا ناحيه ايدك الشمال. يعني انا وباصص قدام دلوقتي الشاشه اهو الديسك ده همسكه بايدي اليمين ولا امسكه بايدي الشمال اللي هو ده الاوبتيك ديسك ده؟ هتمسكه بانهي ايد؟ اقرب لانهي ايد؟ يمين. يمين. يمين يبقى ده رايت. خلاص يبقى ده رايت. يبقى انت تشوف الديسك هتمسكه بانهي ايد اقرب يمين ولا الشمال؟ لا هو ناحيه يمين اكتر يبقى هو ده الرايت ديسك. بس الفكره بقى اللي انت المفروض تعملها في دماغك ان انت تحطه في الاناتوميكال بوزيشن. هو الديسك اصلا نزل ولا تمبرال للماكل؟ نزل ولا تمبرال؟ نزل. نزل. يبقى انت هترسم المناخير هنا خلاص. يبقى معنى كده يبقى المناخير هنا وتحطه في الاناتوميكال بوزيشن. اما المناخير تبقى على الناحيه دي من العين، يعني العين اهي العين اهي والمناخير جنبها الناحيه دي. تبدا بقى تتخيل في دماغك تبقى يمين ولا شمال؟ يمين. يبقى عين اللي يمين. بس انت بدل بقى ما تقعد تتخيل بقى وتلخبط نفسك والكلام ده الاسهل ان انت تشوف الديسك هتمسكه بايدك اليمين ولا الشمال. والله اقرب بايدي اليمين خلاص يبقى هو ده الرايت ديسك. يعني مثلا ده يمين ولا شمال؟ انا دكتور على كنت بتكلم على الصوره اللي فيها كرويدال ديجنريشن عشان الديسك فيها ما كانش باين، بس فكنت بسال حضرتك ان دي هتبقى العين يمين ولا شمال، يعني الديسك فين بالظبط؟ اوكي طيب ماشي مش مشكله. الصورة دي يمين ولا شمال؟ يمين. يمين جميل. الصورة دي شمال. شمال لان انت اقرب ان انت تمسكها بايه؟ بايدك الشمال. يعني ده لو انت حبيت تعرف ان هي مش مطلوب منك يمين ولا شمال قوي يعني. لكن الصورة اللي انت بتسأل عليها اللي هي بتاعت ال ديسكو هو الديسك اللي طالع منه الفيسز زي ما انت بتعرف الديسك اللي هو طالع منه الفيس هو ده. هو من كتر السكلير كورويتن ديجنريشنز حواليه بقى شبهه شبه السكلير. فاهم ازاي؟ هنا في ماكيلوباثي و هو فين الماكل اصلا زي ما انت شايف كده مسافر 3 يعني ديسك دايمتر ومش موجود اصلا مش باين يعني ادي الاركيد اهو وادي الاركيد الثاني. المفروض المنطقه دي كلها يتقال عليها الماكل، بس انت زي ما انت شايف كده اصلا ايه في كوريوريتن ديجنريشن انفولفنج الفوفيا شخصيا. فاهم ازاي؟ تمام اوكي. انا كده يعني السلايدز انا كنت محضرها لكم وخلصت وهي دي اللي انا كنت بديها لزمايلكم يعني من قبل كده. فلو حد عنده سؤال انا ممكن اسمعه.
دكتور هو ما فيش مصدر معين للسلايد صح؟ يعني الصور في العموم اللي في المنهج علينا بس ما فيش باوربوينت او حاجه معينه بس في دلوقتي بعت لنا على الميل سلايدز كده عليها اسئله ترو اور فولس اوكي في كمان حاجات نازله على الموقع في ملفات الراوندات القديمه بيقولوا لنا ذكروا منها في اكتر من مصدر يعني بص انا جايب السلايدز بتاعتي منين جبتها من على النت مش هكدب عليك دخلت على النت كده وكل حاجه انا عايز اجيب عليها مثلا فين اوكلوجن سنتر ريتن اكتيف سنتر ريتن فين اوكلوجن تطلع لي مليون مليار صوره للسنتر ريتن فين اوكلوجن اختار اللي عجباني فاهم ازاي هي الفكره كده يعني الموضوع مش سورس وبتاع انا ممكن اجيب من اي حته انا عايز انت بس انت اللي بتقلبه ده كده بتقلبهم في السريع يعني كل ما تتفرج اكتر وتشوف اكتر كل ما تحس ان انت ايه ملك الموضوع اكتر يعني بس فانت هتقعد تقلب في الصور كل ما تكتر المصادر معاك دي حاجه مش وحشه على فكره يعني مش معنى ان هي هتبقى وحشه علمت في المنهج صح يعني اصل ساعات بيبقى في مصادر فيها يعني في الملفات اللي عندنا دي بعض الصور بتبقى حاجات مش موجوده في المنهج اصلا بالظبط ما انا بقول لك يعني انا ما كنت بشرح المنهج القديم غير ما بشرح المنهج الجديد فاهم ازاي بتفرق طبعا بس انت في الاول في الاخر اجيب لك الحاجات اللي عليه بس اصلا الحاجات اللي بره المنهج مش كتيره قوي برضك يعني انت ايه اللي بره المنهج زي ايه عندك من الصور بره المنهج طيب مش فاكر ايه عشان كانت بره المنهج فما كنتش عارفها يعني مش هتلاقيها بعيده قوي عن اللي احنا بنقول اعرفها وخلاص عديها يعني شويه صور انت بتتفرج على صور يا عم اعتبرها بصوره فصورك انت وزمايلك مفيش مشاكل يعني ايش هذا طيب حد عنده سؤال يا جماعة؟ دكتور هو حضرتك ممكن تقول لنا الحاجات بس اللي ممكن تيجي في الريتنا يعني ايه التوبكس اللي انا اشوف عليها صور كتير مثلا بتبقى كوبي هي دي اللي قعدنا نقول عليها انا قعدت اقول لك ايه كل الدايابيتس بروليفريتيف دايابيتك ريتينوبا سي بي ار بي الفيروس هيموراجي اللي هو السب هايلويد فين اوكلوجن برانش ريتنا فين اوكلوجن سنتر ريتنا ارتري اوكلوجن هي كل الحاجات دي ريتينايتس بيجمنتوزا ريتينال اتاتشمنت ما هي نفس الحاجات اللي قعدت اقول لك عليها دي انا هي دي الحاجات اللي بتيجي يعني وفي حتى يعني برضو دكتور ايمن رئيس الاسم الملف الاول بعته ده في حاجات معينه يعني مركز عليها شويه في الاسئله فممكن دي تكون اهم يعني على الميل اكيد طبعا دكتور ايمن هو اللي هيحط لكم امتحان رئيس الاسم اللي بيحط الامتحان فان اي حاجه طبعا نقول لكم عليها دي تمسكوا فيها يعني اكيد يعني هو مش مفيش حد بيبقى عايز يضللكم خلي بالكم يعني ما تحطوش دماغكم ان احنا ناس ان هو الاستاذ اللي بيحط الامتحان ده استاذ شرس ووحش وبتاع مفيش حد بيعمل كده على فكره وانتوا اصلا بالنسبه لكم كمان انتوا راوند مظلوم شويه انتوا والامتحان هيبقى للكل فيعني الموضوع ده هيتراعى ان انتوا اصلا مظلومين والامتحان اصلا بتاعكم هيبقى نظامه غير نظام الامتحانات كلها لا اعرفوا ان انتوا هيبقوا فتره قصيره وشورت اي سي تقريبا او ام سي كيو معظمه مش هيبقى في حاجات مش هتتطلب وقت طويل ده غير امتحانات قبل كده زمايلكم كان بيقعدوا يكتبوا لغايه ما ايدهم تنمل فاكيد انتوا لكم معامله خاصه شويه الدفعه دي شويه طب دكتور معلش هو في حاجات مثلا زي الاوبتيك اتروفي كان في فايل منزله الاسم في الراوندات الثانيه كان في تايبس اوف اوبتيك اتروفي سيكندري وبرايمري والحاجات دي انا مطلوب مني ان انا افرق ما بينهم نظريا نظري اه تفرقي في النظري في العملي بالصور كده صعب قوي صعب جدا انت اصلا جلوكومتس اوبتيك اتروفي بيبقى واضح خلاص كونسيكيوتيف اوبتيك اتروفي يعني لو جبتولك مع ريتينايتس بيجمنتوزا ماشي يعني انا هو السؤال هيجي لك مثلا كصوره ريتينايتس بيجمنتوزا وهيبقى عليها ايه سؤال مثلا اوبتيك او عيان عنده سنتر ريتين ارت اوكلوجن وهبقول لك التايب اوف اوبتيك اتروف اللي هيحصل له ايه هتقولي لي كونسيكوتيف فاهم ازاي يعني هيبقى حاجه مركبه كان اجيب لك كده اوبتيك اتروف واقول لك ديسك اصفر كده وقولي لي ده برايمري ولا سكندري صعب شويه يعني انت على مستواك صعب اوكي ميرسي يا دكتور العفو عايز اي حاجه ثانيه يا شباب طيب تمام بالتوفيق ان شاء الله كده يعني ما تحطوش في دماغكم السلايدز ركزوا اكتر في النظري وهي دي الاساس بالنسبه لكم شكرا دكتور العفو شكرا جدا لحضرتك يا دكتور
لا لا ابنك معانا. شكرا جدا يا دكتور، شكرا. يلا سلام يا شباب. سلام.